لناس كتير مش كلام شكر وخلاص، بس فعلا لا، يعني مش معنى ان الواحد ما لقاش فرصه ان هو يتعلم في مكانه او في محافظته ان هو يكتل. والكلام ده انا مش بذكر بيه الغير، لا انا بذكر بيه نفسي شهادة اولا، عجزت بيها ان والله الواحد محمد. مفروض يسعى عشان خاطر بس. وان شاء الله يبقى في نهايه المحاضره يعني عايز ديسكشن مع حضرتك كده، كونفرزيشن ازاي الناس تقدر تحذو بحذوك في النقطه ديت يعني. ربنا يبارك في حضرتك، طبعا متشكره قوي على ده، شهاده اعتز بيها. ونبدا بقى عشان المحاضره طويله قوي شويه، يعني مش طويله ان شاء الله، ربنا يجعل كلامي خفيف عليكم يعني يا جماعه. ان شاء الله بسيطه باذن الله. يعني هي الفكره ان انا عايزه اتعامل مع الاكسترا اوكولار ماسل من فروم سيرجيكال بوينت اوف فيو، نوت الاناتوميكال بوينت اوف فيو. بس الاناتوم بتاع الاكسترا اوكولار ماسل كلنا عارفينه، كلنا خدناه من ساعه ما كنا في سنه رابعه، وبرضه درسناه ايام الامتحانات بتاعه الماستر والاناتومي والكلام ده. لكن عايزه حضرتك لما تبدا تاخد ستيبس في سيرجري، خصوصا استرابيزمال سيرجري، تكون انت عارف انت فين. مهم جدا تكون عارف انت فين، يعني لازم تكون يعني كينج اوف ذا جلوب. انا دايما بقول الكلمه ديت للنواب عندي، لازم تكون انت الكوره في ايديك ديت ملكها، وعارف انت فين ورايح فين وجاي منين، ايه اللي فوقيك، ايه اللي تحتك، ايه اللي جنبك في الجنب ده، ايه اللي في الجنب ده. فهنقدر نبدا نقول كده الموضوع ببساطه ان شاء الله. وطبعا في حضره اساتذتي الكلام ده بالنسبه لهم بسيط جدا يعني، وهو كلام موجه طبعا للاصغر والزمايل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هنتكلم عن كونجكتيفا اول حاجه، تاني حاجه عن البيري اوريكولار فاشيا، اناتومي اوف ذا اي اوف ذا اكسترا اوريكولار ماسلز ريكتاي والاوبليكس والفاسكولار سبلايت اوف ذا انتيريور سيجمنت. البرزنتيشن واصله والصوت واصل لدكتور محمد؟ الصوت واصل؟ ايوه استنى مع حضرتك. جميل يا دكتورة منى. تمام يا مريم. ممتاز. طيب انا بس عايزه يعني دايما الناس اللي بتشتغل انتيريور سيجمنت، اللي بتشتغل كاتراكت والكلام ده، او الكونجكتيفا بالنسبه لهم تبقى حاجه زياده، حاجه ريدندنت، حاجه ما لهاش لازمه. بس هي بالنسبه لنا كبتوع حول، لا الكونجكتيفا مهمه جدا. فاحنا لازم ناخد بالنا من الكونجكتيفا ديت واحنا بنعمل الانسيجن بتاعنا في ثلاث نقط اساسيين. اول حاجه اسمها البلايكا. البلايكا ديت الماوس شغال مع حضراتكم شايفينه، البلايكا هي الجزء دوت. البلايكا ديت الانسيجن لو احنا قربنا ليه، اللي احنا بنفتح مثلا على ميديا ريكتس واحنا بنعمل اسكار فيري اجلي اسكار بوست اوبراتيف زي الاسكار دوت، يبقى اول حاجه لازم ناخد بالنا منها واحنا بنفتح على ميديا ريكتس البلايكا. تاني حاجه ان احنا الانسيجن اللي احنا بنفتح عليه، لا كمان غير البلايكا، كمان الانسيجن بتاعها كمان السكار بيعمل سكار فيري بينفول سكار بوست اوبراتيف، ممكن يعمل كمان ريستريكتيف استرابيزمس. لازم ناخد بالنا واحنا بنفتح على اللاترال ريكتس مثلا او الانفيرو اوبليك ان احنا نبعد عن اللاترال كانسس، لان لو قربنا عن اللاترال كانسس ممكن يعمل برضه فيري اجل سكار، وممكن يعمل ريستريكشن، ممكن توصل ان هو يعمل سيمبليفيرم. لو احنا بنفتح برضه المفروض نبعد عن الاكسترا كونال فات وعن بات، واحنا هنتكلم دلوقتي على الاكسترا كونال فات هي تقريبا فين، لان احنا لو فتحنا البات الفات واحنا بنفتح الانسيجن بتاعنا اللي هو خصوصا الفورنكس انسيجن دي هتبقى مشكله كبيره، والفات هتطلع فبتعمل حاجه اسمها فات ادرانس سندروم، اللي احنا ان شاء الله بعد كده هنتكلم عليه بالتفصيل في الكورس المفصل بتاع الحول. الكونجكتيفال انسيجنز عندنا ثلاثه انسيجن، في انسيجن فورنكس انسيجن دوت اول واحد، ودوت اللي انا بعتمده صراحه في الشغل وانا ومعظم السيرفازمولوجيست يعني، لان ليه ادفانتج كتير. اول حاجه السكارب ده بتاعه صغير جدا، البيشنت بيكون مستريح، الريكفري بتاعه سريع، احنا ممكن نوصل للريكتاي، ممكن نوصل للاوبليك من نفس الانسيجن. يعني انا مثلا لو عندي حاله هعمل لها بي ال ار، بي ال ار يعني باي لاترال ريكتس ريسيشن، وهعمل لها مثلا انفير اوبليك مايكتومي زي في فيديو هوريه لحضراتكم في اخر التوك، انا ممكن من نفس الانسيجن نفس الفورنكس انسيجن. تمام يعني دي قلناها خلاص. دكتور محمد احنا سامعين حضرتك يا فند، هنكمل المحاضرة، حضرتك كملي، احنا سامعين حضرتك. يعني استاذن حضرتك لو هي حلها ان انا انزل التليجرام، ممكن انزله في الدقيقة تصبروا عليا انزل التليجرام، ولا هي يعني ولا هي حلها ايه يعني طب عشان ما يقطعش احنا تاني؟ سامعينك، طب ما تكملي، هو ما فيش مشكلة، احنا سامعينك. طيب اوكي. طيب والشير سكرين شغال؟ ايوه شغال. طيب ارهن
طيب يعني احنا قلنا خلاص الادفانتج بتاعت الفورنكس انسيجن اكتر من الليمبل، وصلنا للنقطة دي. نبدأ الليمبل انسيجن. تمام، نبدأ الليمبال. اه ماشي. الليمبال انسيجن زي ما قلت لحضراتكم الادفانتج بتاعته ان طبعا ده الاكسبوجر بتاعه بيبقى افضل بكتير من الفورنكس انسيجن، ودوت بيكون بيتر، لكن هو بيتر طبعا للبيشنت اللي اكتر من 40 سنه، لان الكونجكتيفا بتاعت البيشنت اللي هم الاولد ايج دول، طبعا مش 40 سنه مش اولد ايج ولا حاجه، انا قصدي يعني فوق ال 50 ال 60 دول، بيكونوا مثلا الكونجكتيفا بتاعتها بتبقى فرايبل جدا، وانت لو حاولت تفتح على ميديال ريكتس هتلاقي الكونجكتيفا فرايبل، وممكن تفتح منك اثناء ان لما انت بتعمل دايسكشن للكونجكتيفا فوق الميديال ريكتس. الديس ادفانتج بتاعته ان هو فيها فيزيبل سكار، والسكار ده بيبقى سخيف جدا، ممكن يكون بوست اوبراتيف موجود، وطبعا مش للاوبليكس، احنا ما بنوصلش للاوبليكس عن طريق الليمبال انسيجن، احنا بنوصل للاوبليكس عن طريق الفورنكس انسيجن بس. في انسيجن ثالث صراحه انا ما بعملوش، مش عارفه حد بيعمله، اسمه سوان انسيجن، ان انت تفتح فوق العضله على طول. هما بيقولوا ان هو افضل في حالات الري اوبريشن على اساس ان انت بتتجنب الفايبروزس الموجوده في الانتيريو كونجكتيفا والدنيا اللي هي بتكون ملزقه قدام مكان الاوبريشن اللي حصلت قبل كده، لكن بيقولوا ان الديس ادفانتج بتاعته ان السكار بيبقى بوست اوبراتيف بيبقى سخيف جدا لو ما اتقفلتش كويس. ده الفورنكس انسيجن ببساطه. فيديو شغال عندكم دكتور محمد؟ دكتور ماشي شغال. طيب الحركه دي بعد اذنكم اللي انا عملتها ديت، ان انا بعمل حاجه اسمها فيكسيشن فورسبس بتاعي دوت او اللوكنج فورسبس. انا دلوقتي شغاله على العين اليمين بتاعه البيشنت دوت. لازم يعني اوضح لكم بس البوزيشن بتاعي فين، يعني مثلا ادي الابر ليد اهو، وادي اللور ليد اهو، ماشي. يبقى العين ديت وانا قاعده على ايد البيشنت اليمين، لان عشان عايزه اشوف الميديال ريكتس بتاعته اليمين. تمام كده البوزيشن بتاعي اتعرف. بمسك الفيكسيشن اللوكينج فورسبس، وباخد باخد بانش كويسه كده في الجزء دوت عند الساعه 3 مثلا، وهشغل الفيديو تاني اهو، وباخدها عليا كده وبحرك العضله. يا ريت حضراتكم انتوا بتاخدوا بالكم وانا بحرك العضله، بحرك الجلوب كله على بعضه، ان انا في عندي نوعين من الفيزلز هنا واضحين، حاجه سوبرفيشال فيزلز وديب فيزلز. الديب فيزلز دي اللي هي السيلري فيزلز، يعني ديت العضله، يعني دوت الجزء اللي انا المفروض ما افتحش فوقيه لو هفتح فورنكس انسيجن. انا المفروض في فورنكس انسيجن افتح في حاجه اسمها الوايت زون. الوايت زون دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجزء ده، الوايت زون ده اللي هو الجزء دوت الموجود بين كل العضلات، يعني دوت الجزء بتاع الميديال ريكتس، ده الجزء بتاع السوبيريو ريكتس، ده الجزء بتاع بتاع اللاتر ريكتس، وده الجزء بتاع السوبيريو ريكتس. الجزء دوت هو لما بنفتح عليه بامان ان شاء الله ما فيش بليدنج يحصل، اقدر اعلق العضله بسهوله وتبقى قدامي واضحه. تمام، عملت تراكشن كده للجروب. انا شاورت لحضراتكم على ده الجزء دوت الوايت زون ديت اللي هعمل فيها الانسيجن بتاعي. الفيديو دوت للانسيجن بس، في فيديوهات ثانيه للريسيشن على بعض. انا صراحه بستخدم بفضل ان انا اي حاجه المس فيها الكونج بالايكوليبري، ما بحبش امسك الكونج بحاجه ثانيه غير الايكوليبري. بفتح الكونج هي سنب واحده، وبعد كده التنون سنب واحده وخلاص، ابقى انا كده بيرس كليره، اقدر كده احط الهوك بتاعي بامان، اعلق العضله بسهوله ان شاء الله. الليمبال انسيجن صراحه الليمبال انسيجن يعني بيحتاج دايما حاجه اسمها تراكشن سوتشر، ما ينفعش اعمله باللوكينج فورسبس بتاعي واشد الجلوب عليا، لان انا هفتح في الجزء اصلا اللي انا بشد منه الجلوب. فانا هعمل ايه بقى؟ هعمل حاجه اسمها تراكشن سوتشر ببلاك سلك، اللي هو عندنا مثلا بلاك سلك 5 0 او 4 0، هو ده كان 4 0 صراحه. بمسك الجلوب كده، باخد انسيجن هنا موجود مثلا عند الساعه 6 وعند الساعه 12، وبسحب الجلوب عليا، يبقى انا كده شايف اللاتر ريكتس ديت. اللاتر ريكتس اللي قدامي هفتح عليها، هعمل فيها الليمبال انسيجن ازاي؟ بعمل اول حاجه بجيب الماركر بتاعي وبحدد علامه كده مثلا عند الساعه 11 وعند الساعه 7، بان ديت اللاتر ريكتس، عشان لما اجي اقفل الكونج تاني اعرف انا كنت فين. يعني لما اجي ارجع الكونج بعد ما اخلص العمليه بتاعتي باذن الله اعرف انا كنت فين واقفلها صح. بمسك الكونج افتحها فتحه بسيطه، وبجيب بسرنجه انسولين سلاين عشان اعمل بلانت دايسكشن للجزء بتاع الكونج اللي انا هفتحه عندي. في ناس بتفتح على طول، بس انا بحب اعمل البلانت ده صراحه عشان خاطر ما اتجنب البليدنج اللي هيحصل. افتح هنا حوالين الليمبس في الجزء دوت من الساعه مثلا 7 ل 11، وبعمل هنا وينج انسيجن في الجزء ده وجزء وينج انسيجن هنا، واعمل بلانت دايسكشن كده للانتيريور تينونز كبسول، وهنتكلم عنه دلوقتي الانتيريور تينونز كبسول.
وبعدين اعمل ببساطه كده اعمل كوتريزيشن لاي بليدر، اي بليدرز عندي عشان ابدا اشتغل السيرجري بتاعتي. تواصل يا دكتور هان حبيبتي ماشي زي الفل. ايوه تمام ايوه واصل زي الفل. ماشي ماشي. نبدا بقى، ده الجزء الاولاني بتاع الكونجكتيفا. يعني ايه كونجكتيفا؟ يعني ايه الانسيجنز اللي عندنا اللي احنا المفروض نعملها، وايه الفورنكس انسيجن، وايه الليمبال انسيجن، وازاي نعملهم. يا رب تكون النقطه ديت وصلت. طيب والادفانتج وديس ادفانتج بتاعت كل واحد فيهم. الاكسترا اوكولار ماسل فاشيا صراحه يعني ناس كتير ما بتهتمش برضو بالفاشيا وبتعتبرها حاجه زائده موجوده في العين ملهاش لازمه. لا، احنا بتوع الحول الفاشيا دي عندنا بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا. التينونز ده جزء مهم وليه سيرجيكال امبورتنس، كل حاجه فيها ليها سيرجيكال امبورتنس. التينون ده عباره عن الكولاجين الاستيك تيشو اللي هو بيحوط العين كلها على بعضها، بيفصل الاكسترا اوكولار ماسل بينهم وبين بعض وبيفصلهم من الاوربيتال فات اللي هي موجوده ورا بعد الشر علينا يعني وما نقابلهاش خلاص يا رب. طيب عندنا التينونز كبسول ده متقسم لخمس اجزاء. اول حاجه اسمها انتيريور تينونز كبسول والانتر ماسكولار سيبتم والشيكس ليجامنت والبوستيريور تينونز كبسول والمسل سليف. هنمسك حاجه حاجه فيهم سريعا اوريكم بس حضراتكم انتوا لما بتفتحوا على العمليه بتاعتكم بتبقوا شايفينها ازاي. الانتيريور تينونز كبسول دوت الجزء التينون، الجزء من التينون اللي ماشي من الانتر ماسكولار سيبتم لحد الكونجكتيفا 2 3 مللي ورا الليمبس، يعني ماسك من الانتر ماسكولار سيبتم معدي الانسيرشن بتاع المصل واصل لحد الليمبس 2 3 مللي ورا الليمبس، اللي هو الجزء اللي احنا بنشوفه اول لما بنسلك العضله وبنعلقها، اللي هو الجزء ده دوت الانتيريور تينونز كبسول. طيب الانتيريور تينونز كبسول دوت ليه سيرجيكال امبورتنس مهمه جدا. انا بيبقى ريدندنت جدا في الاطفال لو حضرتك وانت بتاخد الغرز بتاعتك في الجزء دوت، طبعا عشان نعمل مثلا ديرسيشن، لو انت بتاخد الغرز بتاعتك والغرز كلها كانت موجوده لا قدر الله في الانتيريور تينون كبسول، يعني الغرز كلها كانت هنا اللي هي هناخد دلوقتي الغرز هنشوف طريقتها ازاي، بس لو انت بتاخد الغرز في الجزء دوت بس وجيت مسكت العضله وقصيتها عشان تعمل لها ريسيشن هيحصل سليب دو ماسل فورا. يعني ايه بقى سليب دو ماسل؟ يعني هتلاقيك ماسك التينون في ايديك والماسل اتزحلقت جوه بالفلاحي كده، اتزحلقت جوه السليف بتاعها، دخلت جوه ورا وراحت الى مكان بعيد ما ماشي. فعشان كده احنا لازم واحنا بناخد الغرز بتاعتنا يا اما نعمل له يا اما نعمل له ريموفال، يا اما نشيل الجزء بتاع الانتيريور تينون كبسول دوت اللي هو ريدندنت قوي كده يعني واحنا مش عارفين ناخد الغرز بتاعتنا كويس، يا اما نبقى متاكدين ان احنا واحنا بناخد الغرز ان احنا خدنا الغرز في المصل نفسها في البلك بتاع المصل نفسه. وانت حضرتك ان شاء الله اللي اشتغلوا واللي لسه هيشتغلوا المصل نفسها ليها سنس غير التينون، يعني احساس العضله والخيط ماشي فيها والابره بتعدي فيها غير الاحساس بتاع التينون خالص. ده اول حاجه الانتيريور تينونز كبسول. الانتر ماسكولار سيبتوم دي عباره عن الوايت باند الموجوده على الجنبين بتاع الاكسترا اوكولار ماسل اللي احنا بنشوفها طبعا اثناء لما بتيجي نسلك يعني ديت اثناء ما بنيجي نسلك العضله، يعني ديت اللاتر ريكتس ماسل الباند اللي هي موجوده على الجنبين، الباند ديت موجوده الباند اللي تحت الانتر ماسكولار سيبتوم ده، وفي باند ثانيه زيها موجوده فوق دي المفروض طبعا نعمل لها ريسكشن كويس اثناء العمليه. ليه برضو المفروض نقطعها ليه اثناء العمليه؟ لان انت لو سبتها وخدت غرزك وقطعت، لا انت كده ما عملتش ريسيشن بالكامل، انت عندك لسه جزء مرتبط بالعضله مرتبط بالعضله اللي جنبها، يعني الريسيشن اللي انت عملته مثلا 7 مللي عمر ما يكون الريزلت بتاعته 7 مللي يعني في الاخر، فالجزء دوت لازم نعمله ريسيشن كويس. طيب الجزء دوت لو احنا قطعناه وصلنا للاوربيتال فات، لا الحمد لله ما وصلناش للاوربيتال فات، لان الحمد لله الجزء دوت مش واصل للاوربيتال فات، انت ماسكه سيستم بعيد عن الاوربيتال فات ملوش علاقه بيه. شيكس ليجامنت او الشيك ليجامنت دي عباره عن الفاين ليجامنت الموجوده بين الريكتس موسل نفسها وموجوده بالبربر كونجكتيف. طيب اللي هو الجزء دوت اللي احنا بنشوفه فوق العضله على طول اللي هو موصل بين البربر كونجكتيف والمسل نفسها، احنا عندنا في حاله بقى السوبيريو ريكتس والانفيريو ريكتس الشيك ليجامنت ديت بتربطنا بتربط السوبيريو ريكتس بالليفيتور موسل وبتربط كمان الانفيريو ريكتس بالريتراكتور موسل. عشان كده لما تيجي نشتغل حاله مثلا زي مثلا النيكلر ايفيجن ديفيسيت او اي حاله مثلا فيها هايبوتروبيا وانت ناوي تشتغل انفيريور ريكتس لازم تعمل دايسكشن كويس للريكتاي، والدايسكشن بتاع الريكتاي مش تقطعها، لا هو دايسكشن يعني تخش بالمقص مقفول وتفتحه جوه تعمل بلانت دايسكشن بالراحه كده تسلك الريكتاي من الانفيريور ريكتس ماسل عشان ما تتفاجئش بليد ريتراكشن او تتفاجئ بليد لاج بوست اوبراتيف، سواء انت كنت شغال على السوبيريور ريكتس ماسل او شغال على الانفيريور ريكتس
مصر. وفي حاجه تانية، الحالات اللي انت بتشتغل فيها على سوبر ريكتس او انفير ريكتس لازم تعمل دوكيومنتيشن بري اوبريتيف، يعني اقدر اصلا الولد عنده توزس، اقدر الولد اصلا عنده ليد لاج، عنده لوور ليد تراكشن. ما يجيش بقى بوست اوبريتيف يقول لك انت عملت لي ليد تراكشن، او انت تقول لا انا عملت ليد تراكشن، فيعني تقع في ميديكال جالسي انت في غنى عنها لما تصور البيشنت وتعمل دوكيومنتيشن كويس للحاله بري اوبريتيف. وحش الشاشه بقى البوستيريور تنز كبسول اللي احنا ما بنشوفوش الا لما بنكون غالبا شغالين على الاوبليك ماسل، او شغالين عملنا ريسيشن كبير للريكتاي لان هو مش موجود الا على بعد 10 مللي بيهايند ذا ليمبس. والصوره ديت بتوضحه دوت موجود، يعني ديت يعني الاوبريشن ديت انا كنت عملت خلاص مايكتومي، كنت عملت انفيل اوبليك مايكتومي، وبعد انفيل اوبليك مايكتومي انا يعني حبيت اوريكم اللقطه ديت لان هو دوت البوستيريور تنز كبسول اللي وراء الاوربيتال فات. لو لا قدر الله حد شغال مثلا انفيل اوبليك ولقى الفات بدات تطلع، ده عرضه طبعا يحصل حاجه اسمها فات ادرانس دروم، وهنبقى طبعا ده من اسوأ البوست اوبراتيف استرابيسمس كومبليكيشن، وهنبقى نتكلم عليه ان شاء الله بالتفصيل في الكورس بتاعنا بعد كده. الصوت واصل يا ارهام؟ ارهام ايوه حمد. طب انا بتكلم بسرعه شويه، حد متابعني ولا الكلام؟ لا لا ممتاز، المحاضره سلسه وجميله. حضرتك جو اون يا دكتوره ربنا يخليك مروه، ربنا يبارك في حضرتك. انا معاك جو اون، ولو في اي مشكله لو في اي مشكله هنوقف حضرتك، فحضرتك اشرحي از يور يعني شكل سلس جدا. مش شايفه حد فمش عارفه. عارف لا لا معلش، يعني لو في مشكله احنا هنوقف حضرتك عشان بس. شكرا لحضرتك. طيب نبدا بقى نعم يا فندم. نعم علي الصوت شويه بس. هو انا معليه والله الصوت على هو الصوت واضح بس ممكن حضرتك تعلي من عند حضرتك يا دكتور. ماشي ممكن اعلي صوتك كمان ازعل لا شويه. لا مش حضرتك، لا 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 حضرتك صوتك واضح، ممكن الدكتور بس عنده المايك او السبيكر يغير الاعدادات من عنده، انما الصوت واضح عند الكل يعني. يا باشا الحمد لله. طيب احنا دلوقتي مشينا في الكونجكتيفا، عرفنا الكونجكتيفا مهم نبعد عن ايه واحنا بنفتح، مهم نبعد عن البلايكا، مهم نبعد عن لاتر كانساس، مهم نبعد عن الاوربيتال فات باد الجزء اللي احنا عرفناه، وعرفنا يعني ايه اوربيتال فات باد. وبعد كده اتكلمنا عن الاكسترا اوكلر ماسل فاشيا، عرفنا يعني ايه تينوز كبسول، عرفنا الخمس تقسيم بتاعته، الانتيريور تينوز والبوستيريور تينوز الشيكس ليجمنت الانتر ماسكولار سيبتم والماسل سليف الخمسه، والسيرجيكال امبورتنس بتاعت كل واحده فيهم، واقابلهم فين، المفروض اعمل دايسكشن لايه، المفروض ابعد عن ايه، المفروض اتجنب. يعني هو اقصى حاجه في الموضوع دوت المفروض اتجنب البوستيريور تينز كبسول، لان معلش نسيت اقول لكم النقطه ديت. لو انا بعمل مثلا ديسيشن كبير في الجاتر ريكتس، هوري حضراتكم دلوقتي الفيديو، لما انا بعمل بعد ما سلك من الانتر ماسكولار سيبتوم الاثنين وسلكت خلاص الشيكس ليجمنت، في جزء ورا مثلا لو انا هعمل ريسيشن كبير شويه بيبقى فيه دايما باند اوف كونكتد تيشو بتبقى موجوده بين اللاتر ريكتس والانفيريور اوبليك، فانا ساقعها في حركه كده احنا بنعملها ان احنا نخش بالمقص وهو مقفول، بالمقص وهو مقفول نعدي من تحت السيرفس بتاع اللاتر ريكتس، نقطع البند اللي بينه وبين الانفيريور اوبليك. لو انت بتعمل ريسيشن اللاتر ريكتس ريسيشن كبير، ريسيشن مثلا 9 10 11، لازم تعمل الحركه دي، لان لو عملت الحركه ديت انت كده ما عملتهاش، انت ما عملتش ريسيشن بالكامل، يعني كده العضله مش هتعمل الريسيشن المفروض تعمله، لان في بند بينها موجوده بينها وبين الانفيريور اوبليك، وهنتكلم دلوقتي عن العلاقه اللي بين الانفيريور اوبليك واللاتر ريكتس بالتفصيل تاني. طيب الاناتومي بقى بتاع الاكسترا اوكيلار ماسل، الكلام اللي كلنا عارفينه ان الاورجن بتاعها موجود في الاوربيتال ايبكس في الانيبس اوف زين، والكورس بتاعها انها بتمشي ستريت فورورد ثرو ذا اوربت، ومش هنتكلم في الكلام ده، انتوا كلكم عارفين الكلام ده. النقطه بس اللي هي مهمه ولازم نركز عليها الجزء بتاع الانسيشن، يعني اللي هيشتغل استرابيسمس يا جماعه الصوره ده هتبقى في عينيه وياخد منها سكرين شوت يحفظها في عقله وفي قلبه، الصوره دي مهمه جدا جدا في الكلام بتاع الاسترابيزمس كانسيشن. الاسترابيزمس بتاع الانسيشن انا لازم احفظ يعني ايه سبايرال اوفتلو، ده الف ب ان المصل بتحصل لها انسيشن في الجزء بتاع الاسكليره في لاين اسمه سبايرال اوفتلو، هو مش لاين دائري، هو لاين سبايرال، يعني واخد دايره كده شبه السبايرال. اللاين دوت طبعا الارقام دي لازم نحفظها عن ظهر القلب، ان الميديان ريكتس بعدها قد ايه عن الليمبس 5.5. اللاتر الانفيريور ريكتس انا بحفظها، لو انتوا فاتحين لو انا كنت فاتحه الفيديو كنت وريتها لكم، انا باجي عند مناخيري كده عند الميديال كانسس بقول 5.5، تحت 6.5، بره هنا 6.9، فوق 7.7، يبقى دي 5.5 6.5 6.9 7.7، الارقام ديت تتحفظ عن ظهر قلب
لازم نعرف الميديا ريكت البوزيشن بتاع الانسيرشن بتاعك فين. ليه؟ لان هيقابلنا انومالس في الانسيرشن انا هقولها لحضراتكم دلوقتي عليها. ماشي، مهم قوي نعرف الانسيرشن بتاعنا فين. طيب عرض العضله هو مهم طبعا، ما فيش مشكله، احنا عندنا اعرض عضله موجوده اللي هي السوبيريو ريكتس، ما فيش فيها مشكله النقطه ديت. السوبيريو ريكتس ديت اعرض عضله عندنا. وبرده الميديا ريكتس دايما لما اكون بشتغل مثلا السيشن ريسكشن في عين واحده بتحس الميديا ريكتس طبعا فليشي اكتر من اللاتر ريكتس، ده عادي يعني. لكن النقطه الثانيه اللي عايز اقولها لحضراتكم، البعد، بعد المسافات بين العضلات، بعد المسافات بين العضلات ده برضو حاجه مهمه يعني، ما بانش طبعا زي الصوره ديت اللي هي اصلا المسافه بين العضلات كلهم يعني، المسافه بين العضله ديت والعضله دي من 6 ل 8 مللي، ودي برضو من 6 ل 8 مللي، المسافه دي 6 ل 8 مللي، والمسافه دي 6 ل 8 مللي، والمسافه دي 6 ل 8 مللي. الكلام دوت خطير في نقط الكونجكتور انوميز يعني. لما في حاله مثلا زي كرينوساينستوزس هتلاقي في عندنا اوربيتال، يعني في حاجه اسمها كرينوساينستوزس بندور عليها او انا بنقولها ان شاء الله في التفصيل في الكورس برضو اللي جاي. يعني الاوربيت بيبقى في حاجه اسمها اوربيتال اكستورشن، العضله نفسها ما بتبقاش موجوده في مكانها. واقول لحضراتكم بقى الموضوع بالتفصيل، انا مهم قوي عندي ان انا اعرف المسافه بين العضلات قد ايه. ليه؟ يعني انا هعمل اب شيفت، هعمل داون شيفت، هعمل مصل ترانس بوزيشن، هعمل اي حاجه ليها علاقه بتغيير وضع العضله، لازم اكون عارف العضله فين. طبعا السؤال اللي بيجي ايام كان بيجي الام سي او والاي سي او الكلام دوت، ان الستريس بوزيشن بتاع الاستيره موجود تحت الانسيرشن بتاع المصل دوت هو عباره عن 3 من 10 ملي. ماشي، طول العضله تقريبا 40 ملي، ماشي مش مشكله، طول الركتاي 40 ملي. خلاص النقطه بتاعه الانسيرشن ديت مهمه. نبدا بقى نمسك العضلات كده في السريع، عندنا مقارنه كده سريعه عشان صراحه الكلام ده كل الناس عارفاه اعتقد. يعني الميديال ريكتس واللاتر ريكتس ديت ديفايد باي انيفيتد باي اللور ديفيجن بتاع الثيرد نيرف، لكن ديت اللاتر ريكتس بالسكس نيرف ليها حاجه اسمها شورتست ارك اوف كونتاكت، وانا هتكلم بقى يعني ان ديتيلز شويه دلوقتي يعني ايه ارك اوف كونتاكت ويعني ايه اهميته بالنسبه لنا في الجراحه. الميديال ريكتس يعني ايه كلمه اصلا ارك اوف كونتاكت؟ ارك اوف كونتاكت يعني قد ايه الجزء من العضله اللي ماشي على الجلوب. يعني العضلات مش ماشيه كلها على الجلوب، كل عضله ليها جزء ملاصق للجلوب وبقيه العضله عايم في الاوربت ورا. طيب انا انه بقى عضله اصغر تلامس بينها وبين الجلوب هي الميديال ريكتس، وليها سيرجيكال امبورتنس هنقولها دلوقتي. اللاتر ريكتس اللونجست ارك اوف كونتاكت 10 ملي، ممكن الارقام ديت اللي حد مثلا داخل ام سي كيو يحفظها برضو، ده 6 ملي ده 10 ملي. الشورتست تندون الميديال ريكتس اللونجست تندون اللاتر ريكتس بيقول لك وانت بتشتغل ريجيم خلي بالك عشان هي قريبه من الليمبس، احنا عرفنا ان بينها وبين الليمبس 5.5 ملي، فطبعا خلي بالنا احنا شغالين ريجيم طبعا يعني بعيد قوي ان حد يخبط في الميديا ريكتس وشغلت ريجيم يعني، بس للتذكره. طيب الميديا ريكتس العضله دي صراحه يونيك جدا. ليه؟ لان الميديا ريكتس ديت هي العضله الريكتس الوحيده اللي ما فيش فيها اي فيشل كونكشن بينها وبين الاوبليكس اللي حواليها. حلو الكلام دوت، يعني هي الوحيده الاوبليكس السوبيريو اوبليك، هي طبعا اصلا بعيده جدا عن الانفيريور اوبليك، هي قريبه ممكن السوبيريو اوبليك، لكن ما فيش اي فيشل كونكشن بينها وبين اي اوبليك موجوده في العين. عشان كده العضله ديت الميديال ريكتس بالذات لو لوست او سليد، واحنا هنتكلم على النقطه ديت دلوقتي، بيبقى صعب جدا انها ترجع. واحنا هنذكر دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه لو العضله بتبقى لوست او سليد معانا. طيب اللاتر ريكتس بقى ديت الانفيريور بوردر بتاعتها، الانفيريور بوردر بتاعتها ماشيه فوق الانفيريور بوردر بتاع الانفيريور اوبليك انسيرشن. طبعا احنا عارفين ان دايما كل عضله كل اوبليك تحت الريكتاي، اي اوبليك تحت الريكتاي ماشي، يعني السوبيريور اوبليك تحت السوبيريور ريكتس والانفيريور اوبليك برضو تحت الانفيريور ريكتس. طيب في بينهم فيشل كونكشن؟ اه فيها فيشل كونكشن بينهم بتوين، عشان كده لو لا قدر الله فقدنا اللاتر ريكتس اثناء العمليه ممكن نخش ندور على الانسيرشن بتاع الانفيريور اوبليك ونلاقيها جنبها باذن الله، ممكن نجيبها من هنا. طيب احنا نتكلم كلمه بسيطه كده عن الاكشن بتاع، عشان في طبعا احنا عارفين طبعا ان في البرايمري بوزيشن بتاع الريكتايل ميديا ريكتس واتر ريكتس بيور ابدكتور سهله ديت، يعني الميديا ريكتس بتودي الجلوب لجوه يعني بتعمل ابدكشن، واللاتر ريكتس بتودي الجلوب لبره يعني بتعمل ابدكشن. طيب في حته بس زياده بنى عليها ثيوري بعد كده هنتكلم عنها، مش ثيوري، بنى عليها شغل اللي احنا بنشتغله وهقول لحضراتكم عليه دلوقتي، ان لما العين اصلا تكون اليفيتد، لما الجلوب يكون اليفيتد يعني اصلا هي العينين باصه لفوق بيبقى ليها كمان ليها اليفيشن اكشن، يعني ميديا ريكتس بيكون ليها اليفيشن اكشن
زائد الليفيشن اللي هي شغاله مثلا اللي هو طالع مثلا بسبيريتاس او الانفيرو اوبليك. طيب لو العين تبقى ديبريست الريكتاي بيبقى ليها ديبريشن اكشن يعني زائد الاكشن بتاعها. وهم يعني يفسروا الكلام ده بكلام ثيوريتيكال شويه او يعني كلام له علاقه بالهيستولوجي ان الميديا ريكتس والذات ريكتس او الريكتاي عامه ليها كومبارتمنتال نيرف سبلاي يعني مش العضله كلها واخده شويه نيرف كده وخلاص. لا بيقول لك ان الميديا ريكتس مقسومه لجزئين واللاتر ريكتس مقسومه لجزئين ان جزء ان دوت رايح له نيرف سبلاي وده رايح نيرف سبلاي تاني عشان كده العضله بيكون ليها اكشن تاني لما يكون الجلوب ليه بوزيشن تاني غير البوزيشن غير البرايمري بوزيشن. ده بالنسبه للميديا ريكتس واللاتر ريكتس. تمام تمام كده يا دكتوره ريهام معايا؟ تمام ماشي تمام. طيب نتكلم بقى عن الفيرتيكال ريكتاي ماسلز. الفيرتيكال ريكتاي سوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس احنا عارفين ان العضله حاجه اسمها المسل بلان. المسل بلان المسل بلان اللي هو محور العضله بالعربي كده عامل زاويه 23 درجه مع الفيجوال اكسس دوت اللي مخلي المسل بير ريكتس والانفيرور ريكتس ليهم سكندري اكشن ليهم تيرشري اكشن كمان. طيب البرايمري اكشن بتاعهم ايه؟ البرايمري اكشن السوبيريور ريكتس هنحفظها ببساطه كده نبقى عارفينها ان العضلات السوبيريور الاثنين انتورتور. طيب ماشي يعني ايه سوبيريور ريكتس وسوبيريور اوبليك انتورتور خلاص احنا هنعرف الكلمه ديت وهنحفظها. طب السوبيريور ريكتس طبعا احنا عارفين انها اليفيتور. طيب السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس الاثنين ادكتور ادكتور ادكتور. تمام احنا بنعرف ان الاوبليك ادكتور الاوبليك وحشين احنا ما بنحبهمش فهم ادكتور بيبعدوا العين عن الجلوب بيبعدوا العين عننا ماشي ادكتور اللي هم الانفيريور ريكتس. انا نفسي حظهم كده الانفيريور ريكتس والانفيريور اوبليك. طيب قصدي الاوبليكس الانفيريور اوبليك والسوبيريور اوبليك دول ادكتور. اما بالنسبه لو حفظنا السكيم دي هنلاقينا عارفين كل الاكشن بتاع كل الريكتاي بتاع الاوبليكس. ماشي اقوله تاني بالراحه كده العضلات الفوق السوبيريور ريكتس والسوبيريور اوبليك انتورتور. تمام السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس ادكتور. طيب الانفيريور اوبليك والسوبيريور اوبليك ادكتور. تمام واحنا عارفين طبعا ان السوبيريور ريكتس بتعمل اليفيشن وان السوبيريور اوبليك بتعمل ديبريشن والانفيريور ريكتس بتعمل ديبريشن والانفيريور اوبليك بتعمل اليفيشن. تعالى نتكلم بقى يعني احنا قلنا الاكسس دوت او الزاويه ديت الموجوده بين الحاجتين دي عامله ان في ثلاثه بوزيشن عندنا برايمري بوزيشن السوبيريور ريكتس اليفيتور وادكتور زي ما اتفقنا وانتورتور. طيب الانفيريور ريكتس ديبريسور ادكتور اكستورتور. لك لما تكون العضله ديت ابدكتد 23 درجه ما بقى المسل بلان عندنا فوق الفيجوال بلان الاثنين فوق بعض لا عندنا سوبيريكت خاص بقى بيور اليفيتور والانفيريور خاص بقى بيور انتبريسور ما فيش فيها حاجه ثانيه. طب بيقول لك لو هي ابدكتد اكتر من 23 لو العين ديت ابدكتد بيقول لك الاكشن بتاعها بينعكس. ليه؟ لان العين عندنا ما هياش مكعب العين دايره فهنقول النقطه دي دلوقتي برضو. مهم ان الاكشن بتاعها بينعكس ان لما هي كانت ادكتور بقت ابدكتور لما كانت اكستورتور بقت انتورتور السوبيريور اوبليك والانفيريور ريكتس بقت ابدكتور وبقت انتورتور دوت لما تكون المسل ابدكتد اكتر من 23 درجه. السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس ديت انرفيتال بايز الكلام برضو اللي كلنا عارفينه ديت سوبيريور ديفيجن بتاع الاوكلوميتور نيرف وديت الانفيريور ديفيجن بتاع الاوكلوميتور نيرف. السوبيريور اوبليك بس اباف ذا سوبيريور اوبليك تندون احنا قلنا الحكايه ديت ان الاوبليك معديه تحت الريكتس في بينهم يعني الريكتس ماشيه في النص الليفيتور فوقيها تحتيها السوبيريور اوبليك يعني من فوق لتحت كده سوبيريور الليفيتور سوبيريور ريكتس سوبيريور اوبليك في فشل كونكشن بينهم هما الثلاثه. طيب بالنسبه للانفيريور ريكتس عندنا ثلاثه لايرز برضو بس الثلاثه لايرز دول عباره عن ايه؟ الانفيريور ريكتس هي اللي فوق وبعد كده انفيريور اوبليك واخر واحده لا قصدي سوري قصدي اللور ليد تراكتور وبعدين الانفيريور ريكتس وبعدين الانفيريور اوبليك وفي بينهم فشل كونكشن برضو ان بتوين. تمام طيب بيقول لك بقى لما تيجي تعمل لو احنا زي ما قلت لحضراتكم دلوقتي لما نيجي نعمل السوبيريور ريكتس ريسيشن لازم نعمل دايسكشن كويس للحاجات دي عشان نتجنب الليد لاج او الليد ريتراكشن. ماشي يعني اللارج سوبيريور ريكتس ريسيشن ممكن يعمل الليد ريتراكشن والريسيكشن ممكن يعمل اللاج والعكس برضو موجود في الانفيريور ريكتس عشان كده لازم افويدد باي بروبر دايسكشن اوف ذا سوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس من اللي هو الليد ريتراكتور او من الليفيتور اثناء العمليه.
طيب احنا كده خلصنا الريكتاي، خلصنا سوبيريور ريكتاس وانفيريور ريكتاس ميديال ريكتاس ولاتيرال ريكتاس، كل واحده في الاكشن بتاعها ايه، وسوبيريور ميديال ريكتاس ولاتيرال ريكتاس. مهم قوي النقطه ان لما يبقى جلوب اليفيتد لما بيشتغلوا اليفيتور، لما الجلوب بيبقى ديبريست بيشتغلوا ديبريسور، هل ليها سيرجيكال بوينت اوف فيو هنقولها دلوقتي. والانفيريور ريكتاس والسوبيريور ريكتاس والانفيريور ريكتاس الفيشل كونكشن موجود، وان احنا لازم نسلك كويس بين السوبيريور ريكتس والليفيتور لما نيجي نشتغل، ولازم لو اشتغل سوبيريور ريكتس او اشتغلنا الانفيريور ريكتس لازم نسلك كويس جدا بين الانفيريور ريكتس واللور ريتراكتورز. في الاكسترا كلا ماسلز ليها انوميليز، يعني في انوميليز سخيفه جدا ممكن نشوفها خصوصا لما تبقى كونجنتال. كونجنتال انوميليز ايه بتاعت الاكسترا كلا ماسلز؟ صراحه يعني الصوره دي انا جايبها من النت، انا ما قابلتش صراحه اجينيسيس قبل كده الاكسترا اوكل ماسل، جايز اساتذتنا قبله بس انا ما قابلتهاش. يقول لك ان الاكسترا اوكل ماسل اصلا مش موجوده، فبيقول لك ان البيشنت البنت دي كان عندها 7 سنين وكانت بريزنتد ويز لارج انجل اكزوتروبيا، وبعدين كان فيها ليميتد ادكشن وابدكشن في نفس الوقت، يعني لا العين بتيجي كده ولا العين بتيجي كده، يعني انكومتنت سترابيزمس. والراجل دوت راح فتح عليها لقى الماسل سليف بس وما لقاش، ما لقى السليف ما لقاش الماسل جواه، لان صراحه باينه قوي في الصوره ديت ان انت شايف الهوك، شايف الهوك كويس قوي هنا بتاع يعني ديت دي ميديال ريكتس، انت شايف الهوك كويس قوي معنى كده يعني مفيش مصل جوه الشيز دوت قدامنا، فديت مصل اجنيسيس ممكن يكون في مصل. طب يعني نتوقعها هي صراحه فيري رير، ولو جت بتبقى سنجل مصل ممكن نتوقعها او ممكن نتوقعها صراحه ممكن. فهي موجوده كمان في السوبر اوبليك بوصي، ممكن السوبر اوبليك بوصي ممكن مصر فعلا تكون فيها او بتبقى هايبوبلاستيك. السوبر اوبليك مصر بتبقى هايبوبلاستيك او بتبقى ابسنت في السوبر اوبليك، ده اللي انا سمعته قبل كده صراحه. انا اتوقعها لو في انكومتنت استرابيسمس جامد. طيب هنخش ونشوف ونعمل طيب الانكومتنت ده، يعني طبعا احنا لو عندنا انكومتنت استرابيسمس سواء ريستريكتيف او بروليتيك، احنا يعني اول خطوه بنعملها في العمليه، وان شاء الله نبقى نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل في الكورس اللي جاي، حاجه اسمها فورس ادكشن تيست. انت لازم في الفورس ادكشن تيست تعرف انت وضعك فين قبل ما تفتح، يعني قبل ما تفتح لازم حضرتك تعمل فورس ادكشن تيست تشوف اللي عندك دوت ريستكتيف ولا بريليتيك ببساطه، يعني ده اول حاجه. طبعا في حاجه زي كده في الاجنيس دوت بريليتيك، احنا ما فيش عندنا مصل اصلا، يعني ما فيش اي ريزيستنس انت بتقابلها وانت بتعمل الفورس ادكشن تيست. لا دي صور، دي صور بيشنت بقى يعني مش على النت ولا حاجه، دي صورنا احنا. ايه بقى بيقول لك الابنورمال اتاتشمنت ممكن يكون الانسيشن سايت. الحركه دي حلوه. طيب الانسيشن سايت ممكن ما يكونش موجود في المكان بتاعه، الانسيشن سايت ممكن يكون او هو موجود في المكان بتاعه في الجلوب بتاعه، بس انا هو موجود في المكان بتاعه في الاي بول، لكن انا لما فتحت في الفتحه بتاعتي وانا متعود ان انا افتحها ما لقيتوش في المكان اللي انا المفروض الاقيها فيه. ليه؟ لان في حاجه اسمها يعني من ضمن الاسباب حاجه زي كده حاجه اسمها كرانيوسينستوزس، ان بيبقى فيها حاجه اسمها اوربيتال اكستورشن، يعني الاوربت كله على بعضه لافف على برضه ببساطه كده، الاوربت لف على بعضه، فلما الاوربت لفف على بره على بره كده الجلوب حصل معاه لفه معاه. فالحاله دي كانت البنت دي كان اسمها عندها حاجه اسمها فايفر سندروم، يعني الجلوب كده يعني السوتشرز بتاعت البرين بتقفل بريماتيور، يعني اصلا كرانيوسينستوزس يعني بريماتيور كلوجر اوف كرينيال سوتشرز. بيعمل فيشيال يعني بيعمل مش فيشيال اسيمتري، بيعمل فيشيال فيتشرز بتبقى واضحه قوي حسب انه سوتشر اللي قفل في السكار عندنا. الفايفر سندروم دوت تقريبا السيرشال سوشيال هو اللي بيقلب، او انا صراحه مش متذكره انه اللي بيقفل، بس انا بحبيت بس اوريكم الصوره ديت لان الجلوب صراحه كان يعني البنت الانتروبسيو دايمتر بتاعها بتاع السكال كان صغير جدا، يعني انا ايدي جنبها والدايمتر يعني صغيره جدا الجلوب، وهي الحمد لله هي ما كانتش منتال ريتاردد ولا حاجه، وكان عندها هذا الاكس تي وكان عندها انفيريور اوبليك، يعني للاسف الصوره مش معايا، كان عندها حاجه اسمها ابارنت انفيريور اوبليك اوفر اكشن سيفير ابارنت انفيريور اوبليك اوفر اكشن. هيبان منين ده الحكايه؟ يعني هو مش انفيريور اوبليك اوفر اكشن، لا هو سودو انفيريور اوبليك اوفر اكشن. ليه بقى سودو انفيريور اوبليك اوفر اكشن؟ ببساطه كده انت عندك الجلوب لافف، ماشي الجلوب لافف على بره، تخيلوا كده معايا المنظر، الجلوب لافف على بره خلاص، عندك اللاتر ريكتس لما فتحنا نشوف اللاتر ريكتس طالعه ورا ازاي بالعقل كده، هيبقى قدامها فوقها هنا ايه، فوق هنا ميديال ريكتس. طيب البيشنت اللطيفه ديت لما بتيجي تعمل ادكشن اللي هي الحركه اللي احنا بنشوف فيها اذا كان في عندنا انفيرو اوبليك اوفر اكشن ولا لا، هلا هلاقي الجلوب طالع فوق خالص هنا. طب هو طالع فوق، يا ترى هو طالع فوق بالانفيرو اوبليك اوفر اكشن؟ لا هو مش طالع فوق بالانفيرو اوبليك اوفر اكشن، هو طالع فوق بالحركه بتاعت الميديال ريكتس مصر العاديه. ليه؟ لان اصلا الميديال ريكتس فوق هنا،
يعني متابعيني ولا الكلام بعيد ولا الدنيا ايه؟ متابعين يا تومر؟ نعم؟ متابعين حضرتك يا مروه معي؟ بتقولي ايه؟ واضح متابعين متابعين. طيب حلو حلو. طيب يعني لما حضرتك يعني خلاص انت وصلت للدياجنوز قبل ما تدخل ماشي، يعني الحاله ديت حتى لو انت يعني الكرينيا سينسز دي وهتقابلوها وتقابلوها وهنقابلها كتير، منها مش الفايبر بس، في كذا حاجه نبقى نتكلم عنها بعد كده ان شاء الله. لا توقع ان انت لما تفتح مش هتلاقي العضله في مكانها. طيب في حاجه تانيه دي صراحه دي بقى بنقابلها كتير قوي، البوستيريور اتاتشمنت، ان انت هتلاقي فيه وانت شغال كده عمود ريكتس او داتا ريكتس، لا في شويه كونكتيف تيشو متوصل بين البوستيريور سيرفيس بتاع يعني اللي هو بقى البوستيريور سيرفيس بتاع المصل، مش البوستيريور سيرفيس، السيرفيس الملاصق للجلوب والسكلير، يعني كونكتيف تيشو زايد كده واصل هنا بين دوت وده. طيب فتحنا العضله طبعا لقينا فيها فيبروزس، والفيبروزس دي بتبقى موجوده في كذا حاجه زي مثلا الكونجيتا فيبروزس سندروم اللي تحت الراجل تحت ده، على فكره ده كده بص الاب جيز، يعني هو اصلا البوزيشن بتاعه كده بيبقى عامل دايما تشين اليفيشن، وده كده الاب جيز بتاعه بيبص فوق دوت كونجيتا فيبروزس سندروم، زي الدوين ولاد ده عنده ليفت دوين تايب 1، وزي البراون سندروم اللي هو ليميتد اليفيشن في الادكشن، وكل حاجه من دي ان شاء الله هنبقى نقولها بالتفصيل. بس طبعا البريكوشنز بتاعتك وانت شغال على المصل فيبروز خصوصا، يعني اكتر حاجه تشتغلها الدوين في الشغل دوت، يعني ما تشدش قوي عشان العضله ممكن تتقطع بسهوله. الفيبروز تيشو على فكره وش تيشو ويك، مش تيشو، مش احنا فاكرين ان احنا ممكن نشد بقى ونعمل لا، الفايبروز تيشو تيشو ويك على فكره، مع الشده اللي بزياده ممكن العضله تبقى تتقطع منك وسليبد وتروح ما تقدرش تجيبها تاني لا قدر الله. طيب الحته فيزياء شويه ماشي، عشان الجزء اللي انا كنت بقول لكم عليه بتاع اللي هو كان ايه؟ الارك اوف كونتاكت، الارك اوف كونتاكت. ايه بقى فايده الارك اوف كونتاكت عندنا في السيرجري؟ طيب احنا اصلا يعني البرنسبلز اوف بيسبل اكسترابيزم سيرجري، السيرجري سيرجري كلها قايمه على هذا القانون. القانون ده بيقول ايه؟ ان الروتيشنال فورس اللي عندنا بتساوي الاف في ام، الاف في ام. هو ايه بقى الاف وايه الام؟ الاف اللي هي الفورس اوف ذا ماسل، يبقى احنا ممكن نلعب في الفورس اوف ذا ماسل عشان نصلح استرابيزموس اللي هي قوه العضله، وهنقول هنلعب فيها ازاي دلوقتي. طيب تاني حاجه عندنا المومنت ارم، يعني ايه ده كلمه مومنت ارم؟ عشان الكلام ده يعني ايه كلام حلو. المومنت ارم اللي هو دوت عباره عن لاين واصل من حاجه اسمها الجيومتريك سنتر اوف ذا جلوب، يعني نص العين، نص العين، مش نص العين من بره، نص العين من جوه، نص العين جوه الفيتريس، يعني ده اسمه جيومتريك بوينت بتاعه الاي، لحد اللاين كده ممتد عمودي على الفيكتور اوف ذا ماسل، او على محور اكشن العضله، محور اكشن العضله. يعني محور اكشن العضله ديت فين؟ الميديا ريكتا دوت، يعني ادي الميديا ريكتا، سيبك من السوتشر ده كده، يعني انا نسيت بس احط الصوره من غير سوتشر، سيبك من السوتشر ده دلوقتي. دوت عندنا ده اسمه ايه؟ ده هو دوت المومنت ارم، المومنت ارم اللي هو واصل من الجيومتريك بوينت لحد في لاين عمودي على محور شغل العضله، دوت اللاين دوت. طيب انا عندي الروتيشنال فورس ديت بتتناسب مع الروتيشنال فورس، يعني قوه العضله نفسها بتتناسب، الحركه قوه الحركه بتاعت العين بتتناسب مع قوه العضله طرديا، ومع برضه المومنت ارم طرديا. يعني المومنت ارم دوت لو قل، لو صغر، لو مومنت ارم ده صغر يبقى الروتيشنال فورس ديت قلت، لو مومنت ارم زاد يبقى الروتيشنال فورس ديت زادت. ماشي؟ طيب احنا عندنا سيرجري اسمها فادن. فادن ديت يعني ايه؟ يعني فادن اصلا كلمه فادن باللاتيني معناها بوستيريو فيكسيشن سوتشر، بوستيريو سكليرال فيكسيشن سوتشر. يعني ايه بوستيريو سكليرال فيكسيشن سوتشر؟ فيكسيشن سوتشر ان انا باجي عند الميديال ريكتس مثلا، وقلنا الميديال ريكتس ليه؟ لانها ماشي، انا باجي عند الميديال ريكتس، باجي عند الميديال ريكتس 12 ل 14 ميدي ورم، باجي 12 باجي عند ميديا ريتس 12 ل 14 ميلي ولا انسيشن، وباخد فيكسيشن سوتشر اللي هو السوتشر دوت اثبتها في الجلوب. طب الحركه دي فايدتها ايه؟ الحركه دي فايدتها ايه؟ طيب انت ملاحظ ان هنا والميديا ريتس والاي موجوده في البرايمري بوزيشن، المومنت ارم اتغير،
حد يرد عليا يا جدعان. المومنت ارم اتغير هنا وانت بتعمل هنا وموجوده والصوت شديد موجوده في البرايمري بوزيشن، يعني العين وهي باصه قدامها، المومنت ارم اتغير لا ما اتغيرش تمام، يبقى مومنت برافو تمام، يبقى انا كده عندي المومنت ارم ما اتغيرش في البرايمري بوزيشن وانا عامله فيكسيشن سويتش. طيب الولد اللطيف دوت العيان اللي عملت له الفادن ده جاي بص جاي يعمل ادكشن، جاي يعمل ادكشن، ما جاي يعمل ادكشن يعني جاي يشغل الميديال ريكتس، المومنت ارم اتغير ولا ما اتغيرش؟ ها المومنت ارم هنا اتغير ولا ما اتغيرش لما انا جيت اعمل هنا ادكشن؟ المومنت ارم اتغير صغر، يعني هو الخط دوت كده اصغر ولا الخط ده اصغر؟ الخط ده اصغر، يعني المومنت ارم بتاعتي اتغيرت صغرت لما البيشنت دوت جه يعمل ادكشن، لما يجي يبص جه يعمل ادكشن. حلو، طيب لما جه يعمل ادكشن يبقى انا كده معنى كده في الادكشن الروتيشنال فورس بتاعتي كلها على بعضها قلت، يبقى الروتيشنال فورس بتاعتي قلت. انا بستخدم الفادن ديت فين؟ يعني مثلا الولد دوت عنده ايزوتروبيا، عنده ايزوتروبيا فين؟ عنده هاي اكوموديشن كونفرجن اكوموديشن ريشيو. معلش انا اسفه انا مش قصدي ان انا اجيب سيرتها هنا، انا عارفه ان كلكم بتكرهوا البتاع ده. هو عنده هاي اي سي اي ريشيو تمام، الواد اللي عنده هاي اي سي اي ريشيو دوت يعني عنده ايزوتروبيا للنير بس، عنده ايزوتروبيا للنير بس، يعني عنده حاجه اسمها الان اي سي سي، يعني الايزوتروبيا بتاعته قريب يعني الزاويه الحول عنده للقريب وهو لابس النظاره مثلا 15، طيب بعيد وهو لابس النظاره كام؟ زيرو، اللي هي الدي سي سي، يعني عندي الان اي سي سي 15 الدي سي سي زيرو. طيب الولد دوت اعمل له ميديا ريكتس سيسيشن؟ مش هعرف اعمل له ميديا ريكتس سيسيشن ليه؟ هعمل له ميديا ريكتس سيسيشن الايزوتروبيا على النير هتتصلح هيقلب اكزوتروبيا على البعيد. طيب الولد ده ينفع اعمل له ايه؟ اعمل له فادن. ليه اعمل له فادن؟ لان الفادن ديت هتحاول هتحافظ على العين انها تفضل ارصد في البرايمري بوزيشن والولد باصص بعيد، وفي نفس الوقت هتضعف هذه العضله لما يجي يبص للقريب. حلو الكلام ده؟ مش عارفه ايه الله. طيب جميل جدا الحمد لله. طيب نفسي والله يكون المعلومه وصلت والله. عرفنا البرنسبل بتاعنا. طيب احنا بقى نيجي بقى يعني تجميعة كده تحشيشه زي ما بيقولوا، هي اصلا الاستربيزما ستيرجنز اللي عندنا كلها. احنا قلنا العضلات حاجه تشتغل بقى على المصل فورس، حاجه تشتغل على المومنت ارم، وهنحشر حاجه كده في النص اسمها بتشتغل على المصل فيكتور. خلينا كده نشتغل المصل فورس، نعمل ايه؟ يا اما بنعمل ويكنينج للعضله، يا اما بنعمل سترينسنج للعضله، يا اما بنضعف العضله زي في حالات الايزوتروبيا مثلا بعمل ميديال ريكتس سيشن، في حالات مثلا الاكزوتروبيا ممكن اعمل، في حالات مثلا او مثلا السبليتنج برضو بيعمل ويكنينج، المايكتومي في الانفيريو بليك اوفر اكشن، التينوتومي مثلا في السبليتنج بليك اوفر اكشن، ده حالات الويكنينج بتاعت العضله. السترينسنج بنقوي العضله، بنقويها ازاي؟ بان احنا بنعمل ريسكشن، ان احنا بنعمل بلايكيشن، ان احنا بنعمل تاكينج. كل الكلام ده ان شاء الله لما تشرفونا في الكورس هنقوله بالتفصيل جدا باذن الله. طيب حاجه بتشتغل على، عشان بس يكون عندكم خلفيه، حاجه بتشتغل على المومنت ارم. دكتوره مروه بس حابين ننوه الكورس ده مقصود ان هو فري، يعني حاجه مش بيت، حاجه تبقى برضو على التليجرام، مش كورس مثلا بنعلن. عشان بس الزملاء تمام. ايه ده، هو حد بيسال ولا ايه؟ لا يا جماعه لا انا هتدفعوا لا لا انا بس عشان ما حدش يفتكر ان احنا بنعمل تسويق لحاجه معينه او كده. هو برضه كورس فري عادي جدا، بس هيبقى ده البيزك والباقي بقى هيبقى الكورس ان شاء الله. ادفانسد بقى للانترستد او حتى مش انترستد في الاستروبيزمس وعايز يتوسع فيه، هيحضروا برضه ويبقى فري بشكل كامل مجاني يعني. طبعا يا جماعه والله في الفري، كل الكلام في الفري، حضروا انتوا بس ما عندناش مشكله. ربنا يكرم ان شاء الله. ماشي يا فندم، احنا بس وصلنا عند النقطه بتاعت خلاص عرفنا ازاي نشتغل على المصل فورس، وعرفنا ان العمليات بتشتغل مومنت ارم اللي هي الفادن اللي قلناها سائلينها اللي هو بوستيريور سكليير فيكسيشن. طيب الحاجه بتشتغل حاجه اسمها مصل فيكتور. يعني ايه مصل فيكتور ده؟ مصل فيكتور يعني محور عمل العضله، محور بالفلاحي كده، محور عمل العضله. يعني ايه محور عمل العضله؟ يعني العضله مثلا زي الميديا ريكتس، قلنا الميديا ريكتس ديت ايه؟ الدكتور. طب يا ترى الميديا ريكتس ديت لو انا طلعتها فوق، لو انا نزلتها تحت، هتفضل الدكتور؟ لا مش هتفضل الدكتور.
ماشي، وده برضه هنقوله بالتفصيل ازاي بعد كده. طيب الانفيريور اوبليك، الانفيريور اوبليك حاجه اسمها برضه الانفيريور اوبليك جريدد انتيريورايزيشن، يعني انا هنقولها دلوقتي بالتفصيل برضه، ودي برضه بتشتغل على المسل فيكتور، والريكتاي اب شيفت وداون شيفت بتشتغل على المسل فيكتور، والمسل ترانسبوزيشن سيرجري اللي بنستخدمها للريستكتيف وبراديتك سيرجنس طبعا اللي هي النيرف سيرجري والهيماشايم والجنسن والموديفايد جنشن والنشيده، كل ده ان شاء الله هنقوله بالتفصيل برضه في الكورس المجاني ان شاء الله. ماشي، يا رب نكون طلعنا بحاجه بس من الحركه دي، لان الحركه دي والله يبني عليها شغل كتير ما دام هي في دماغك وفاهمينها ان شاء الله وعرفنا البرنسبلز بتاعت الاسترابيزمنت سيرجي. طيب النقطه بس انا كنت عايزه اقول لحضراتكم عليها، في لما احنا كنا بنتكلم على الكونكتيف تيشو ازاي تتعامل مع سليبد ماسل او لوست ماسل. سليبد ماسل عندك وايه يعني اصلا، ايه الفرق بين اللوست ماسل وايه الفرق بين السليبد ماسل؟ اللوست ماسل يعني المسل كلها راحت، يعني ما عادش عندي حتى الكونكتيف تيشو بتاعها، ما عادش عندي ماسل سليب، ما عادش عندي حاجه، الماسل كلها راحت. ماشي، ولو حصل مع الميديا ريتس طبعا الموضوع طبعا هيبقى مشكله، احنا مش هنحاول ندور على اي يعني ما فيش اصلا اي كونكتيف تيشو قلنا موصول بينها وبين الاوبليك، ما فيش. طيب لو ميديا ريتس لوست هنعمل ايه؟ اللي صراحه انا واخده السلايد ديت من استاذنا الدكتور ايمن غنيمي، انا مش عارفه هو موجود ولا لا، بس هو طبعا اللي كان قايل لنا عليها، فانا يعني احب ان انا انوه عن ذلك. يعني طيب هو قال لنا دايما ان هو طبعا انت موجود انتر اوبريتيف والعضله لوست، على فكره انا هوريكم ازاي دلوقتي العضله ممكن تبقى لوست معانا في الفيديو، يعني هو مش منطقي على فكره، هو ربنا عافينا يعني، بس مش منطقي ان العضله تفقد من حد، هوريكم لحضراتكم ازاي دلوقتي. طيب اول حاجه بيقول لك دونت بانيك، حلو ماشي، مش هخاف ولا هترعب ولا اي حاجه، الكلام ده مش منطقي برده بس ماشي. طيب اول ثاني حاجه هزود اللايت لاخره، هزود الماجنيفيكيشن لاخرها، وبعدين في حركه يعني هو انت لا اراديا اي حد لا قدر الله اتفقدت منه ميديا ريكتس هيعملها، ان هو يعمل ابدكشن للجلوب، ان هو يبعد الجلوب على بره عشان يخش يدور عليها. الحركه ديت غلط جدا جدا، غلط جدا. ليه؟ لان انت كل ما بتعمل ابدكشن كل ما بتزحلقها جوه بالعقل كده، يعني انت بتعمل ابدكشن كده، طب ما العضله هتزحلق جوه اكتر، هتزحلق، هي مش ماسكه في حاجه اصلا، هي هتزحلق جوه اكتر. فمن فضلك يعني لا قدر الله لو حصل ماسل لوست ما تعملش ابدكشن للجلوب لو كانت هي الميديال ريكتس. طيب بيقول لك دور على ماسل شيز، ماشي، ما لقيتش ماسل شيز، الحركه صراحه اللي انا يعني اللي انا شايفه انها فعلا ممكن تجيب نتيجه في لو حاجه زي كده حصلت، حاجه اسمها الاوكل كاردك ريفلكس. الاوكل كاردك ريفلكس ديت يعني ايه؟ ان انت لما بتيجي تمسك الماسل رقبت كده المونيتور، اي حد بيشتغل استرابيزموس يجي يمسك الماسل من هنا يلاقي البيشنت دخل في برادي على طول، على طول برادي كاردي على طول. طيب انا بس همسك كده مثلا التوز بتاعي او همسك الاكوليبري بتاعي وهخش في المكان اللي المصل بوست فيه، هحاول انا امسك اعلق اعمل اي حاجه واقابل وراقب المونيتور، اول ما احس ان المونيتور خلاص يعني انا بخش بلايند كده، بلايند بلايند بلايند، احاول ادور في اي جزء في العضله اللي فقدت. طيب اراقب المونيتور لقيت الولد بدا يخش في برادي، يبقى هي ديت العضله، يبقى امسك فيها واقفش واحاول اخدها واطلع. تمام، بمناسبه الاوكل كاردك ريفلكس اللي بيشتغل استرابيزمس او بينيم اطفال، من فضلكم دايما ودانكم على المونيتور، حتى لو يعني مع احترامي طبعا لكل بتوع التخدير، بس ساعات ممكن يكون ماسك الموبايل مش واخد باله مش مركز، وانت تلاقيك وانت بتشتغل تلاقي الوقت تي 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 تبص على البتاع تلاقيه ال 58 57 58. هما بالنسبه لبتوع التخدير على فكره الطفل لما بيكون اقل من البلس بتاعه اقل من 60 ده يعتبر ارستد، فاحنا لازم توقف فورا، توقف فورا وتخلي الراجل بتاع استاذنا الدكتور يعني معانا بتاع الانستيزيا يتعامل مع هذا الموقف. تمام ماشي. طيب ما لقيتهاش انتر اوبريتيف بوست اوبريتيف، روح اعمل له ام ار اي ودور عليها، وبيقول لك خش بسرعه على قد ما تقدر عشان طبعا تتجنب اي فايبروز انها تكون لزقت في المكان اللي هي فيه. بي المصل اللوست السليبد بقى يعني ايه؟ السليبد يعني المصل اللي احنا كنا قايلينها في الانتيريو تينونز كابسول، اللي احنا كنا لسه قايلينها في الانتيريو، لما انت تاخد غرزك في الانتيريو تينون وتقص، يبقى انت ماسك التينونز في ايدك، ماسك المصل سليب في ايدك، والعضله نفسها اتزحلقت جوه المصل سليب وجوه التينونز كابسول بتاعك. ماشي، بنتكلم في ايه؟ طيب يعني موضوع لطيف جدا وفي معظم شغلنا بنعمله، اللي هو الاب شيفت والداون شيفت بتاع الريكتاي. انت امتى بتعمل اب شيفت وامتى بتعمل داون شيفت الريكتاي؟ امتى اصلا ما بتحطش الريكتاس في المكان اللي انت المفروض تحطها فيه بتاع نص الانسيرشن وبس، يعني احطها في نص الانسيرشن، لا احطها فوق شويه احطها تحت شويه. ده اللي هو بيزد على الثيوري اللي انا لسه قايلها في الاول، ان الجلوب لما بيبقى اليفيتد شويه الميديا ريكتس والليتر ريكتس بيشتغلوا كاليفيتور، والجلوب لما يبقى ديبريس
اللاترال ريكتس وميديا ريكتس ليهم ديبريشن افكت. طيب انا امتى بقى اعمل اب شيفت وداون شيفت للعضله؟ طيب اول حاجه ممكن نصلح بيها سمول فيرتيكال ديفيجن. يعني ايه سمول فيرتيكال ديفيجن؟ يعني احنا واد عندك جاله اكس تي، واد جاي لك مثلا باكس تي عنده 30 35 اكس تي، وبعدين بتيجي بتقيس كده لقيت عنده مثلا هايبرتروبيا رايت هايبرتروبيا 8 مثلا، رايت تايب هايبرتروبيا 5. طيب طب انت الولد دوت عندك حاجه من الاثنين، يا اما تشتغل بي ال ار على العينين، يعني بي ال ار يعني قلنا ايه؟ يعني لاترال ريكتس ديسيشن باي لاترال لاترال ريكتس ديسيشن. يا اما هتشتغل الولد ده ممكن يكون امبليوب، فانت قررت انت تشتغل على عين واحده اللي هي العين الامبليوب وتعمل له ريسيشن ريسكشن. طب انا لو هشتغل على عين واحده هعمل ايه؟ لو انا هشتغل مثلا اهو، يعني انا لسه كاتبها اهي، ان بيشنت مثلا عنده سمول رايت هايبرتروبيا ومثلا اكس تي، هشتغل مثلا رايت ريسيشن ريسكشن وهعمل ايه؟ هعمل داون شيفت للريكتاي. الداون شيفت للريكتاي الاثنين يصلح سمول هايبرتروبيا. تمام؟ طب قد ايه داون شيفت للريكتاي؟ يعني ايه اصلا احنا عرفنا يعني ايه اصلا كلمه داون شيفت؟ يعني ما بنحطش العضله في نص الانسرشن. انا هوري حضراتكم دلوقتي، ما بنحطش العضله في نص الانسرشن، بننزل بالعضله شويه عن المكان اللي احنا ده في حالات الهانج باك، يعني مكان الانسرشن. وفي حالات برضه السكليرال تانل هوري حضراتكم دلوقتي برضه نعملها ازاي، يعني عن المكان اللي المفروض نحطه فيه بننزل، يعني ده كده داون شيفت. بننزل قد ايه؟ كل واحد ملي بيصلح واحد دايوبتر، واحد بريزم دايوبتر. اوكي، يعني انا مثلا عندي 8 هايبرتروبيا، 8 بريزم دايوبتر هايبرتروبيا، يبقى اعمل داون شيفت 4 ملي للاثنين ريكتاي، 4 هنا و4 هنا، يبقى انا كده صلحت الثمانية. تمام؟ الهاف تندون شيفت كوريكت. الهاف تندون دوت اللي هو يعني ايه هاف تندون شيفت؟ يعني انا بنزل العضله نص نص عرض الانسيرشن، نص عرض التندون بتاعها، ده بيصلح لحد 15 بريزم. طيب احنا مفروض ما نعملش اب شيفت او داون شيفت اكتر من الهاف تندون. ليه؟ لان بيبقى في امبريدكتبل بوست اوبراتيف ريزلت مش لطيفه، وهنتكلم عنها برضو دلوقتي. عرفنا ازاي ممكن نصلح السمول فيرتيكال ديفيشن هايبرتروبيا او هايبرتروبيا اللي هي بسيطه، موجوده هايبرتروبيا او هايبرتروبيا موجوده في عينين اثنين او موجوده في عين واحده لو هنشتغل ريسكشن ريسكشن لو العين ديت امبليوبك. بعد اذن حضرتك يا دكتوره مروه، مش ممكن تدخلي في باترنز في و اي باترن والحاجات دي بالاب والداون شيفت؟ ايوه، ما انا بدات فيهم. هو ال هي الستريم مش واصله يا رهام؟ لا انا بسال الاب والداون شيفت، مش ممكن دول يدخلوني اصلا في باترنز؟ يدخلوني في باترن؟ اه، يعني يبقى العيان ما عندوش باترن ويطلع بباترن؟ لا، ما هو عنده، اللي عنده اصلا سمول انجل هايبرتروبيا او هايبرتروبيا هو عنده باترن على فكره. اه يعني ما هو ما فيش حد هيكون عنده هايبرتروبيا او هايبرتروبيا من غير ما يكون عنده باترن. اه تمام. انا بقول الفكره بس في ان احنا ازاي نصلح واحنا بنشتغل في عين واحده، لان الناس عارفه الاي باترن والبي باترن، ان احنا ممكن نعمل مثلا اب شيفت داون شيفت، الاي مش عارفه اللاتر ريكتس بتروح ناحيه الليمب ومش عارفه الريكتس ناحيه التب، الكلام ده ممكن يكون ناس عارفينه. لكن الفكره بس هرجع بس للسلايد اللي ورا ديت، احنا هو بشتغل في عين واحده، انا بشتغل في عين واحده. تمام؟ ابدا. ما اعرفش دكتور احمد معانا ولا دكتور احمد فؤاد. تمام، اتفضلي يا دكتوره. ماشي. طيب خلاص، احنا قلنا ازاي نصلح سمول فيرتيكال ديفيشن بالاب شيفت او الداون شيفت. عيان فيه هايبرتروبيا، معلش اقولها تانية سريعا، عيان فيه مثلا اكس تي يعني اكزوتروبيا، في سمول هايبرتروبيا، هايبرتروبيا اقل من 10 مثلا، ممكن نشتغل على عين واحده ان احنا نصلح الهايبرتروبيا دي، ان احنا نعمل داون شيفت للريكتاي الاثنين. وعرفنا ان 1 مللي للداون شيفت واحد بريزم دايوبتر، اللي هالهاف تندون يعني اللي احنا ننزل نص العضله ده بيصلح 15 بريزم دايوبتر. طيب ما بعملش اب شيفت او داون شيفت اكتر من الهاف تندون، لان انا بس يعني بيبقى فيها عادي كده امبريدكتبل بوست اوبرتيف ريزلت. يعني لو حد مثلا عمل اكزوتروبيا، عمل لها سيشن ويز فول تندون داون شيفت مثلا، لا البيشنت دوت هيطلع بايزوتروبيا على فكره، ماشي، هيطلع بكونسيكتيف ايزوتروبيا. خلاص. طيب الكوريكشن بتاع الباترن، احنا عندنا يعني ايه كلمه باترن اصلا؟ يعني ببساطه كده انت معلش انا
يعني عارفه ان الشيب دوت مش هيبقى مثلا فاميليار لحد مش شغال استرا بيزنس. انا اقوله بس سريعا كده يعني ايه اصلا الرسمه دي. دي الرسمه اللي احنا بنقيس بيها زاويه الحول في التسع كاردينال بوزيشنز اللي احنا عارفينهم، اللي هم فوق وتحت، يمين وشمال، فوق يمين، فوق وشمال، فوق وتحت، تحت ويمين، تحت وشمال، والبرايمري بوزيشن طبعا. التسع كاردينال بوزيشنز احنا بنقيسهم بايه؟ بنقيسهم بحاجه اسمها الترنيت بريزم كفر تيست، وهنبقى نقوله برضه في الكورس اللي احنا هنقوله بعد كده. الترنيت بريزم كفر تيست احنا عندنا يعني اشهر اثنين باترن، هم الباترن كذا باترن طبعا لحد خمسه باترن موجودين. احنا عندنا استاذنكم اللي فاتح المايك تقفله. بعد اذنك كله بعد بعيد. دكتورة اس ام معلش حضرتك هتقفلي المايك. مين اللي حصل في صوت نونة؟ ما هو عشان بيدياتريك اوفثالمولوجي بقى، فلازم يبقى فيه باك جراوند افكت. بيشارك طبعا. حسن الله. طيب ماشي. احنا عندنا يعني اكتر اتنين باترن احنا بنقابلهم ويعني فاميليار معهم قوي، اللي هما الاي باترن والفي باترن. ايه باترن يعني ايه ببساطه كده؟ ايه باترن يعني لما العيان يبقى بص قدامه، يعني مثلا بصوا على الرسمه دي كده، ده الولد ده عنده اكزوتروبيا. لما يكون باصص لفوق في الاب جهاز الاكزوتروبيا بتقل، لما يكون للداون جهاز الاكزوتروبيا بتزيد. حلو. طيب انا الايه باترن دوت تعالى اترجمها كده للرسمه اللطيفه بتاعتنا ديت. عندنا مثلا يعني فوق مثلا ممكن تكون اكزوتروبيا 25، يعني 25 اكس تي، يعني 25 انترميتنت اكزوتروبيا، في النص 30، تحت 35. يبقى دوت كده تعالى نرسم مع بعض كده، ادي ايه باترن. تمام كده. يبقى ده ايه باترن اكزوتروبيا، يبقى دي ايه باترن اكزوتروبيا. طيب الايه باترن ايزوتروبيا ممكن تكون ازاي؟ الايزوتروبيا فوق اكتر 35، في النص 30، تحت 25. تعال نرسم مع بعض كده منظر العين، هنلاقيها برضو ايه منظر الاي باترن. ده منظر الاي باترن. يبقى ده ايه باترن ايزوتروبيا، ده ايه باترن اكزوتروبيا. يا رب يكون الكلام يعني سهل لحد مش متخصص في الحول والناس واضح للناس. طيب الاي باترن اللي احنا بنصلحه ازاي واحنا بنعمل شيفت دايركتلي؟ احنا لازم يعني ادي رسمنا الاي باترن اهو. عايزين نفتكر دايما ان الميديا ريكتس بتتجه نحو القمه، الميديا ريكتس بتتجه نحو التب، الثانيه ديريكتس بتتجه نحو التب. يبقى انا ممكن اعمل ميديا ريكتس اب شيفت، او لو انا هشتغل ميديا ريكتس، يعني لو انا هشتغل ميديا ريكتس اعمل ميديا ريكتس اب شيفت، سواء ريسيشن او ريسكشن، سواء اي تي او سواء اكس تي. يعني ممكن اشتغل ميديا ريكتس ريسكشن في اكس تي في الاكزوتروبيا، ممكن اشتغل ميديا ريكتس ريسيشن في الايزوتروبيا، ممكن اشتغل ميديا ريكتس ميديا ريكتس ريسيشن ميديريكتس ريسكشن في الايزوتروبيا، ميديريكتس ريسكشن ممكن اشتغلها في الاكزوتروبيا، والعكس برضو. يعني ممكن اشتغل ميديريكتس ده انا اتلخبطت، ممكن نشتغل ميديريكتس ريسكشن في الاكزوتروبيا، ممكن اشتغل لاترال ريكتس ريسكشن في الاكزوتروبيا. تمام. طيب لو انا ايا كان العضله انا هشتغلها عشان اصلح الاي باترن، سواء الطفل اللي عندي دوت او المريض اللي عندي دوت عنده اي باترن اكزوتروبيا او اي باترن ايزوتروبيا، الميديا ريكتس دايما بتطلع لفوق. هي مش بتطلع لفوق، دايما الميديا ريكتس بتتجه ناحيه التب بتاعه الباترن اللي عندك، واللاتر ريكتس بتتجه ناحيه لا بتتجه ناحيه الليمب. اوكي. يبقى اللاتر ريكتس بتتجه ناحيه الليمب، والميديا ريكتس بتتجه ناحيه التب. خلاص. يبقى ده كده صلحنا الايه باترن. احنا الحركه دي ممكن تصلح لحد كام؟ ممكن تصلح لحد 10 بريزم دايوبتر. يعني ايه 10 بريزم دايوبتر؟ تعالى نشوفها كده. يعني ايه؟ يعني اللي فوق دوت 25، اللي تحت 35. ممكن بالشيفت بتاع الريكتاي، سواء اب شيفت او داون شيفت، ممكن اصلح ال 10 في الفرق دول. طب لو اكتر من 10؟ لو اكتر من 10 يبقى اشتغل اوبيت. لو اكتر من 10 يبقى ده سيجنيفيكانت ايه باترن. سيجنيفيكانت ايه باترن يعني ايه؟ يعني انا عندي سوبيريور اوبليك اوفر اكشن. حلو. هضطر بقى ان انا اشتغل ساعتها على الاوبليك لو اكتر من 10. طيب نخش على البي باترن بقى. البي باترن طبعا دوت مصري ديو تو انفير اوبليك اوفر اكشن. حلو. احنا عارفين ان هو غالبا عشان الانفير اوبليك اوفر اكشن دي اكتر حاجه بنقابلها. الاكس تي، الاكس تي عندنا مثلا لو بيشنت عنده اكس تي، الاكس تي فوق بتزيد وتحت بتقل. يعني ادي اكس تي هنا 35، هنا 30، فوق بقت 35، تحت 25. ده اسمه في باترن اكزوتروبيا. الفي باترن ايزوتروبيا يعني في الاي تي، الاي تي هنا مثلا 30، فوق بقت 25، يعني فوق بقت اقل وتحت بقت 35. في باترن، يبقى ديت في باترن ايزوتروبيا.
طيب احنا الفي باترن استرابيزمس ده ممكن نصلحه ازاي بقى؟ زي ما احنا قلنا برضو الفي باترن استرابيزمس ممكن ان الميديال ريكتس دايما بتتجه نحو التب، ودايما اللاترال ريكتس بتتجه ناحيه اللمب. يبقى هنعمل داون شيفت للريكتاي للميديال ريكتس، ونعمل اب شيفت لللاترال ريكتس، وده بيصلح برضو لحد 10 بريزم واكتر من 10 بريزم، قلنا هنشتغل على الريكتس. طيب حلو قوي التبس ديت في وانت بتعملها في بتاع ده في الترانسبوزيشن، سواء هتعمل اب شيفت او داون شيفت. طبعا ما تعملش، احنا سائلين ما تعملش فول تندون ترانسبوزيشن، قول له سبيكت سبايرال لاين اوف تلو. هنرجع نلف تاني ونرجع عند سبايرال لاين اوف تلو. يعني ايه سبايرال لاين اوف تلو؟ اللي احنا قلنا اللي هو بعد العضله عن الليمبس. طيب انا دلوقتي طبعا الرسمه ديت وعامل فول تندون، واحنا ما بنعملش الفول تندون زي ما اتفقنا، وهي اللي باين فيها الشفت، ادي قطعت العضله وده عامل سكليرا تانل، يعني مخيط العضله في السكليرا مش هانج باك. طيب هو يعني لو كان هو عامل فول تندون ده وشفت اللاتر ريكتس بنصلح دي، سوري دي الميديا ريكتس فول دي ماشي على فكره اب شيفت، لان الرموش هنا اكتر اعتقد ان دوت الابر اي ليد، هو كده عامل اب شيفت للميديا ريكتس اعتقد، الرسمه كده مقلوبه ما علينا. المهم ان انا لازم احترم ان انا عملت ريسيشن هنا، عملت داون شيفت. طيب انا عملت هنا ريسيشن مثلا 5 مللي، اجي اعمل هنا اقوم وانا مخيط العضله، اقوم مخيط العضله قدامها، يعني اقوم منزل الليمب الثاني اقوم عامله هنا، اقوم مخيطه هنا عشان العضله تبقى مستقيمه. طبعا غلط، غلط جدا. انت كده ما عملتش، يعني انت كده زودت الريسيشن. مثلا لو كنت عامل هنا ريسيشن 5 ده كده الريسيشن بقى 7 8، يبقى كده القياسات بتاعتك مش مظبوطه، وتتوقع بس اوبرت ريزلت مش تمام. انت حدام حضرتك عملت الريسيشن هنا 5 مللي، لا معلش لو سمحت نفس المسافه ديت انا لازم اريسبكت السبير لاين اوف ترو. يعني A زائد B بتساوي الA زائد B، الA زائد B هنا بتساوي الA زائد B هنا، يعني العضله لفه مع الليمبس، العضله لفه مع الليمبس. افتكروا دايما ان العضله لازم هتلف مع الليمبس، لازم اكون شايف الليمبس وانا بعمل اب شيفت والداون شيفت، خصوصا لو انا شغال سكليرال تانل. سكليرال تانل يعني ايه؟ احنا في عندنا في السيشن حاجتين، الهانج باك اللي انا هوري لكم فيديوهات ليها دلوقتي، والسكليرال تانل اللي انا بخيط العضله في السكليرال. تمام كده؟ طيب اسبكت ذا لاين سبايرال لاين اوف تيب ماشي. ال بتاع الاب شيفت او داون شيفت اعمله بايلاترال واعمله سيمتري ماشي. في حاله الامبليوبي احنا قلنا ممكن نشتغل ريسيشن ريسيشن، ممكن نشتغلها في عين واحده ان بريزنس اوف امبليوبيا، ولكن احنا ممكن نشتغل عين واحده ريسيشن ريسيشن ويز اب شيفت. احنا لو عندنا الباترن، لو احنا عايزين نعمل اب شيفت العضله وداون شيفت العضله الثانيه في حاله امبليوبيا، في عين الامبليوبيا لازم نتاكد ان العين ديت ما فيش فيها انبيشن دوت، ما عندوش باينوكلر فيوجن. يعني فكروا كده بالعقل، انا الولد دوت مثلا شايف 6 9 6 12، انا نويت اشتغل على العين اللي شايفه 6 12 بس، نويت اعمل الميديا دريكتس اعمل لها داون شيفت واعمل الولد ده مثلا عنده بي باتر، ونويت اعمل الميديا دريكتس داون شيفت واعمل اللاتر دريكتس اب شيفت عشان اصلح البي باتر، انا كده بلف الجلوب، انا كده بلف الجلوب كله على بعضه. دوت 100% الولد دوت هيطلع بايه؟ العقل كده هيطلع بايه؟ مين اللي يقول شاطر؟ هيطلع بتوشنال ديبلوبي ماشي. يبقى انا كده عملت توشنال ديبلوبي. يبقى انا لو انا هشتغل اب جيز اب داون اب شيفت قصدي وداون شيفت في نفس العضله، لازم اتاكد ان البيشنت دوت ما عندوش بينوكلر فيوجن ماشي. زي ما قلنا اللي كده لو في باترن كبير احنا هنشتغل على الاوبليكس، كمان ممكن نشتغل مع المسل ترانسبوزيشن زائد او ناقص المسل ترانسبوزيشن ريكتاي ترانسبوزيشن. طيب انا كده خلصت الاب شيفت والداون شيفت والمسل ترانسبوزيشن، يا رب يكون الجزء بتاع الريكتاي ده كله، انا عارف ان هو جزء تقيل، حد يعني الدنيا يا رب تكون فيه لطيفه يعني، والدنيا عدت بسلاسه. جميل. نخش على الاوبليكس بقى، في حدث حاجة؟ لا جدا. نعم؟ جميل يا دكتورة مروة. طيب نخش على اللي بعدين. احنا دلوقتي هنتكلم على يعني هنا ماشي يا حبيبتي، هنتكلم على الأوبليكس. انتوا الاوبليكس عندنا ايه؟ سوبر اوبليك وانفير اوبليك. الاوبليكس زي الريكتاي ليها برايمري وسكندري وتيرشري اكشن برضه. السكندري وتيرشري اكشن جايين من فكره ان المصل بلان زي ما احنا اتفقنا عامله مع الفيجوال بلان، المره دي عامله معاهم 51 درجه، وال 51 درجه ديت خلت الاوبليك ليهم برايمري اكشن وليها سكندري اكشن وليها تيرشري اكشن. لازم نفتكر دايما ان الريكتس موجوده في الاوبليك ماشي؟ طيب سوبر اوبليك مصل
السوبيريور اوبليك ماسل برايمري اكشن بتاعها زي ما احنا عارفين اللي هو انتورشن، اللي فوق ديت بتعمل ايه؟ ما احنا قلنا اللي فوق انتورتور، وقلنا الاوبليك ادكتور يعني، والسكندري اكشن بتاعها ديفيشن، والتيرشري اكشن انها ادكتور. خلاص الاوريجن بتاعها موجوده فين؟ طالعه منين؟ طالعه من الاوربيتال ايبكس، مش من الانيوس اوف زين نفسه، طالعه فوق يا دوبك فوق الانيوس اوف زين. ماشي، طالعه الانيوس اوف زين. الكورس بتاعها موف فورورد جرادوالي تو بيكام تو زي ما احنا كلنا عارفين انها بتمشي قدام لغايه التروفيا، تقوم لفه ورجع وتقوم انسرتد فين؟ عند باس تيمبرالي بلو ذا سوبيريور ريكتس، زي ما احنا عارفين انها تحت السوبيريور ريكتس، لحد ما توصل وما في فيشيا كونكشن بينهم، لحد ما تعمل انسرشن الفان شيب. انسرشن فان شيب، الفان شيب دوت على فكره العرض بتاعه تقريبا من 10 ل 18 ملي، لازم نكون عارفين برضو الرقم دوت. الفان شيب دوت موجوده فين؟ في التيمبرال بوردر بتاعه السوبيريور ريكتس، يعني السوبيريور ريكتس اهي، وديت الفان شيب بتاعه السوبيريور اوبليك. السوبيريور اوبليك الانسرشن بتاع السوبيريور اوبليك مصر. للي هيشتغل يعني سوبيريور اوبليك يبقى عارف ان المسافه ده اهي، المسافه دي تقريبا 10 ملي على ما اتذكر، من 8 ل 10 ملي الجزء ده. يعني انت لما تكون السوبيريور اوبليك ديت عضله التندون بتاعها، يعني هي بعد لفتها من التروكي، لما تيجي تفتح السوبيريور اوبليك تقريبا اولموست ما بتبقاش شايفين العضله اصلا، لان هي جليسنج بتاعها واللون بتاعها تقريبا شبه لون السكليرا بالظبط. فانت يعني انت وحظك كده ان انت تقعد تحط البوك لغايه ما ربنا يكرم ان شاء الله وتيجي. بس انت لو عارف الاناتومي هتبقى عارف ان العضله دي تقريبا 8 ل 10 ملي من السوبيريور ريكتس. يعني انت لما تلاقي سوبيريور ريكتس انت خلاص الحمد لله شايف سوبيريور. ما احنا عشان نجيب السوبيريور اوبليك لازم على الاقل نعمل هوكينج، مش 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 نسلك، احنا بنعمل هوكينج بس السوبيريور ريكتس عشان نقدر نشوف السوبيريور اوبليك من تحت. وبرده في حاجه ثانيه، ان انت لما تكون جاي تشتغل السوبيريور ريكتس وانت بتعمل الهوكينج، لو انت اصلا بتشتغل عمليه على السوبيريور ريكتس يعني، وانت بتعمل هوكينج للسوبيريور ريكتس احذر انت تاخد سوبيريور اوبليك معاك في الهوك. ماشي، وهنحذر برضو الحكايه دي ازاي؟ ان انت تبقى عارف ان المسافه دي 8 ملي. الكلام ده والله مهم، ان انت تبقى عارف ان 8 المسافه دي 8 ملي، لان ممكن وانت داخل تقطع هنا تاخد في هنا، تلاقي هنا تلاقي تحاول تعمل تقول لا هي ما بتتعلقش ليه، هي مش راضيه تتعلق ليه، هي مش راضيه تتعلق عشان حضرتك واخد معاك سوبير اوبليك. ببساطه احنا واخدين سوبير اوبليك معانا، فعشان كده هي مش راضيه تيجي. فلو احنا دخلنا صح، عشان كده بقول دايما زي ما اساتذتنا علمونا يعني ان اهم حاجه الانسيجن، اهم حاجه الانسيجن. انت عملت كونجكتيف انسيجن في المكان الصح، وهتقدر ان شاء الله تعلق العضله بطريقه سليمه وطريقه صح، وتتجنب اي مشكله بعد كده. طيب الانسيرشن قلنا ان هو ان سكيلر ان ذا فان شيب ان ذا تمبرال بوردر اوف ذا سوبيريور ريكتس، وعارفين طبعا ان هو اللونج تندون اوف ذا اكسترا كلوموسال 26 ملي. النيرف سبلاي بتاعها بالتروكيال نيرف، ماشي ميد بوينت مش عارفه فين. طيب هو بس الحركه اللي بيقول لك ان انت لما بتيجي تدي ريتو بابل اناستيزيا المسلز كلها بتكون اكاينيتك ما عدا السوبيري. ممكن السؤال ده برضه يجي في ام سي كيو للناس اللي بتمتحن، ان المسلز كلها بتكون اكاينيتك ما عدا السوبيري اوبليك. ليه؟ لان السوبيري اوبليك النيرف سبلاي بتاعها داخلها من بره، مش داخل من جوه المسل كون، داخلها من السيرفيس الاوتر سيرفيس بتاعها. ماشي. طيب في حته ثانيه مهمه كده في السيرجيكال اناتومي برضه، ان الفايبرز بتاعت الانسيرشن بتاعت السوبيري اوبليك، ادي السوبيري اوبليك هي الفايبر بتاعت الانسيرشن بتاعت السوبيري اوبليك ديت، هي مقسومه يعني اناتوميكال لجزئين، الانتيريور سيرد والبوستيريور سيرد. الانتيريور سيرد دوت مسؤول عن الانتورشن، والبوستيريور سيرد هو المسؤول عن الديبريشن. فعشان كده بيقول لك ان في مثلا بيشنت ساعات بيكون عنده حاجه اسمها تورشنال ديبلوبيا، يعني عنده يعني هو عنده سوبيريور اوبليك بولسي مش بريزنتد بهايبرتروبيا ولا بريزنتد بحاجه، هو بريزنتد بان السوبيريور اوبليك بولسي ده بريزنتد باكستورشن بس، بريزنتد باكستورشن بس. ليه؟ لان الفايبرز دي بس هي اللي ويك. حلو. ففيها سيرجري عندنا اسمها هرادة ايتو سيرجري. الهرادة ايتو ديت بتعمل ايه؟ بتمسك الانتيريور سيرد فايبرز، الانتيريور سيرد فايبرز دي، ونعمل تايتنينج للانتيريور سيرد بتاع فايبرز بتاعت السوبيريور اوبليك بس، فبنصلح التورشنال ديبلوبيا فقط. ماشي، دي السوبيريور اوبليك. نخش بقى على الانفيريور اوبليك. الانفيريور اوبليك البرايمري اكشن بتاعها الاكستورشن زي ما قلنا، السكندري اكشن الفيشن، التيرشري اكشن الابدكشن، العضله الوحيده اللي بتيجي من قدام بتيجي من اللاكريما الفوسطى عند الانفيريور نيزل اسبيكت بتاع الاوربت، بتمشي باكورد وتمبرالي بلوز انفيريور ريكتس زي ما اتفقنا. وسفيشيا كونكشن بتوين اسمها اللوك هود، لوك هودز ليجمنت. الانسيرشن بتاعها موجود في السكريور في اللور بوردر بتاع اللاترال ريكتس مسل، يعني اللاترال ريكتس مسل هي تؤدي الانفيريور اوبليك هي ماشيه لحد اللاترال ريكتس مسل في اللور بوردر بتاعتها. ماشي، والمسافه دي برضه على فكره يعني سبحان الله المسافه ديت على فكره 10 مللي برضه. ماشي،
طيب اللي احنا في عندنا هنا استراكشرز، اتنين استراكشرز مهمين جدا موجود تحت الانسيشن بتاع الانفيريور اوبليك، الماكولا ببساطه يعني، والانفيريور تمبرال فورتكس فين. الانفيريور تمبرال فورتكس فين موجود في الجزء دوت، عشان بعد كده لما نيجي نشتغل دايما الانفيريور اوبليك ماريكتومي، اول ما نفتح كده باذن الله بيقابلنا الفورتكس على طول، ربنا يستر. طيب الحته بتاعت نيرفس الله يبي، اتمنى انكم ما تكونوش نمتوا مني لان هي عايزه مخ مصحصح شويه. ان النيرفس الله بتاع الانفيريور اوبليك هو صراحه يونيك جدا. ليه بقى؟ لان هي طبعا احنا عارفين انها بتاخد منين، بتاخد من اللور ديفيجن بتاع الاوكيلوموتور نيرف، ماشي، اللور ديفيجن بتاع الاوكيلوموتور نيرف. طيب النيرفس الله بتاع الانفيريور اوبليك، يعني سيبكم من هنا، دي كده سيبكم من الحركه دي، المفروض اصلا الانفيريور اوبليك ماشيه 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 لحد هنا، يعني ديت احنا واخدين كده صوره من تحت، ديت الانفيريور ريكتس ودي اللاتر ريكتس، والانفيريور اوبليك ماشي دي. حلو، يعني دي بعد عمليه كاننا ما عملناش العمليه لسه. طيب النيرف سبلاي دوت بيمشي حواليه حاجه اسمها نيوروفاسكولار باندل، ودي بتبقى ان الاستيك كولاجين تيشو، يعني النيرف سبلاي رايح للانفير اوبليك حواليه شويه ان الاستيك كونكتيف تيشو كولاجين تيشو، عامل فايبرز جامده جدا. طيب الحته دي ليها سيرجيكال امبورتنس. السلايد واقفه ولا بتتحرك؟ نعم يا فندم. حضرتك السلايد الجديده ولا السلايد القديمه قدامك؟ انا السلايد اولها النيرف سبلاي بتاع الانفير اوبليك دي عند حضرتك، بتاع انفيريور اوبليك، نيرف سبلاي اوف ذا انفيريور اوبليك دي اللي عند حضرتك. يس، في رسمه بتاع سوبير اوبليك يا دكتوره، السلايدز شغاله. نعم، والكورزر او السهم شغال، يعني حضرتك جو اون، يعني اول حاجه عند حضراتكم دلوقتي. اول كلمه نيرفس سبلاي، نيرفس سبلاي، نيرفس سبلاي باي لور ديفيجن. طيب ماشي، حلو قوي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ماشي، احنا كنا بنقول النيرفس سبلاي بتاع الانفير اوبليك ده يعني هو يونيك. اليونيك ليه؟ لان هو دوت هو اصلا واخد منين؟ واخد من الانفيريور ديفيجن بتاع الاوكيلوموتور نيرف. طيب هو يونيك ليه؟ لان هو النيرف الوحيد اللي ماشي حواليه نيرف نيوروفاسكولار باندل. نيوروفاسكولار باندل ديت ليه؟ لانها بتتكون من ان الاستيك كولاجين تيشو حواليه، يعني هو ماشي كده حواليه شويه ان الاستيك كولاجين تيشو، ماشي؟ انا بعمل انفيريور اوبليك انترنايزيشن. يعني ايه انفيريور اوبليك انترنايزيشن؟ انفيريور اوبليك بدل ما هي ماشيه هنا راح عند اللاتر ريكتس دي، لا انا عندي واحد عنده انفيريور اوبليك مثلا جريد 4، انا نويت اعمل له انفيريور اوبليك انترنايزيشن، هقولها لحضرتك دلوقتي الجريدز بتاعتها. فانا جبت الانفيريور اوبليك وقمت مطلعها لحد البوردر بتاعت الانفيريور ريكتس او قدام البوردر كمان بتاعت الانفيريور ريكتس. طب انا بقى عشان بذاكر مش هستخدم اللي يقفل المايك يا جماعه لو سمحتوا. دكتوره هناء، ممكن حضرتك تقفل المايك يا دكتور محمد؟ طيب النيوروفاسكولار باندل ديت اللي احنا قلنا حواليها كولاجين تيشو جامده، لما انا باجي اعمل انترنايزيشن للانفير اوبليك، يعني ايه انترنايزيشن للانفير اوبليك؟ ان انا بغير البوزيشن بتاع الانفير اوبليك، يعني هي ماشيه لحد هنا كده، ماشيه لحد اللاتر ريكتس هنا، انا قصتها هنا من عند الانسيشن وبحاول اجيبها قدام عشان اعمل لها ويكننج. دي نوع من انواع الويكننج بتاع الانفيريور سيرجري، من السيرجريز اللي بتعملها عشان نعمل ويكننج للانفيريور اوبليك، حلقات الانفيريور اوبليك اوفر اكشن. طيب انا مسكت الانفيريور اوبليك وقمت واخدها لحد قدام كده، حطيتها قدام الانفيريور، حطيتها عند الانسيشن بتاع الانفيريور ريكتس او قدامه سنه، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان البندل ديت هتشد بالعقل كده. البندل ديت هتعمل ايه؟ هتشد. احنا دلوقتي تخيلوا كده المنظر، ان انتوا ملوك الجلوب اهو، احنا مثلا احنا في تحت اهوت، واحنا ديت الانفيريور ريكتس اهي، وادي الانفيريور اوبليك، وادي البندل اللي ماشي كده تحت ديت، هتعمل ايه؟ هتشد الجلوب لتحت، هتشد الجلوب لتحت، هتعمل، هتشتغل كده فيسيولوجيكال اورجن العضله، يعني ديت شار كانها اوريجن العضله ديت تاني، يعني هنلاقي العضله ديت قامت نزل تحت. فدي بتعمل حاجه اسمها بوست اوبرتيف ليميتد ديبريشن، وحاجه اسمها ايه؟ جي ديفولت. هي اسمها كده، اسمها جي ديفولت. حد فاهم الحته دي؟ ديت الجي ديفولت، الجي ديفولت ديت مهمه قوي، ان حضرتك لما تيجي تعمل الانفير اوبليك انترنايزيشن لو سمحت ما تحطش الاثنين لمب، احنا عندنا اثنين لمب للانفير اوبليك، ادي الانتيرو لمب وبوستيرو لمب، ما تحطش الانتيرو لمب وبوستيرو لمب على نفس البوردر بتاعت الانفيرو ريكتس او قدام البوردر بتاعت الانفيرو ريكتس. احنا هنتجنبها ازاي؟ ان احنا نجيب الانتيرو لمب ديت وهنا ورا 1 ملي ورا الانفيرو ريكتس، ونجيب البوستيرو لمب ديت 3 4 ملي ورا الانفيرو ريكتس. تمام؟ نعم.
حضرتك قصدك بتعمل نوع من restriction؟ ايوه طبعا بتعمل ريستريكشن، بتعمل ليميتد اليفيشن، ما هي بتشتغل كدبريسور. يعني دلوقتي عندنا كتير اوبليك كده اشتغلت كدبريسور مكان اليفيتور، هي دلوقتي ما عادتش اليفيتور، هي دلوقتي بقت دبريسور. تخيلي كده المنظر، ان البندل ديت عماله تشد تشد تشد، يعني حد منظر او متخيله؟ ايوه يعني البندل ديت خلاص اشتغلت كاوريجن للانفيريو اوبليك، فهي بتشد لتحت، فعمل ليميتد اليفيشن، عملت حاجه اسمها جي ديفورمت. احنا بنعمل الحركه ديت، بنعمل احنا يعني احنا المفروض نتجنب الجي ديفورمتي خلاص، احنا بقى بنتعمد نعمل جي ديفورمتي. يعني دي فزوره برضه هنقولها في الكورس، او هقولها لكم دلوقتي ونبقى نعرفها في الكورس ان شاء الله، لما يكون عندي حاجه اسمها انفير اوبليك جريد 4، انفير اوبليك اوفر اكشن جريد 4 ويز دي في دي، لان انا عندي دي في دي في العين ديت اسوشيتد فيرتيكال ديفيجن، عندي هايبرتروبيا، انا عايز اصلا اخلي الولد يكون عنده ليميتد ديبريشن، ليميتد ليميتد تمام حلو. طيب انفير اوبليك ويكنينج، الانفير اوبليك ويكنينج احنا يعني اما نعمل انفير اوبليك مايكتومي ونشوفها دلوقتي، او نعمل حاجه اسمها انفير اوبليك جريدد انتريزيشن. جريد انتريزيشن ديت انا مصوره لكم ورقه دي من الكتاب صراحه، يعني ايه جريدد انتريزيشن اصلا؟ ادي الانفير اوبليك ماشي اهي، ادي اللاترال ريكتس اهي، ادي الانفير ريكتس اهي. بعمل ايه؟ انا يعني حتى خدوا فكره تكونوا عارفينها لو حد هيشتغلها ان شاء الله. الانفير اوبليك جريدد انتريزيشن، انا قصيت الانفير اوبليك من هنا، عايز اعمل لها انسيرشن في السكليره في علاقه معينه بالانسرشن بتاع الانفيرور ريكتس. يعني الانسرشن بحطها في مكان في علاقه ليه بالعلاقه بالانسرشن بتاع الانفيرور ريكتس. اول جريد واحد اللي هي بصلح انفيرور ليك اوفر اكشن، انا برجع العضله 4 مللي وبطلعها بره 2 مللي، اسمها 4 في 2 خلاص. شفت انا حطيت الانفيرور ليك فين دي؟ ماشي، ادي الجريد 2 برجعها 4 مللي بس من غير ما اطلعها 2 مللي. طيب جريد 3 برجعها 1 مللي بس او 2 مللي ورا الانفيرور انسرشن. طب جريد 4 اللي احنا رسمنا عليها، احنا بنعملها لما نكون عايزين نصلح دي في دي، يعني الحركه ديت هتعمل الجي ديفورميتي. يعني تخيلوا كده النيرف بانت اللي شغاله هنا، فده هيعمل ليميتد اليفيشن. ماشي طيب، انتوا خدتوا بالكم لما جينا هنا صلحنا في جريد 3، رجعنا الليمب اللي هي اللي قدام الانتيرو ليمب ديت 1 مللي ورا الانسيرشن بتاع الانفيريور ريكتس، ورا ديت 3 4 مللي ورا الانسيرشن بتاع الانفيريور ريكتس، عشان نتجنب الجي ديفورميتي زي ما اتفقنا. طيب انا كده هخش على الفيديوهات، بس انا مش عايزه افتح الفيديوهات من البتاع ديت، لان هي صراحه ما طلعتش كويسه، في الريزولوشن بتاعها مش كويس. انا بعد اذنكم كده السكرين واضحه؟ واضح واضح يا شباب؟ واضح واضح. طيب نبداها من الاول كده، انا جايبه 3 فيديوهات ان شاء الله، يعني ربنا يكرم كده وتستفيدوا منها. بس عايزه اقول بس السيرجيكال بوينت وانت شغال، العين ديت دي انه عين، دي العين اليمين ماشي، عندنا الابر ليد اهو واللور ليد اهو، وانا هشتغل لاترال ريكتس. يعني انا قاعده على ايد، على فكره البوزيشن بتاع السيرجن اثناء الجراحه مهم جدا، مهم جدا جدا، انت وانت قاعد فين عشان تبقى شايف افضل شوفان للعضله اللي انت هتشتغلها. يعني انا دلوقتي الراجل دوت انا هعمل له رايت لاترال ريكتس ريسيشن، اقعد فين؟ اقعد عند ايده الشمال، عمودي على راسه، اقعد عند ايده الشمال عمودي على راسه، يبقى انا كده قدامي كانها مفروضه قدامي على الترابيزه، اللاتر ريكتس مفروضه قدامي على الترابيزه. يعني البوزيشن بتاع الميكروسكوب دوت هو البوزيشن اللي انا قاعده فيه، انا قاعده كده كان انا قاعده قدام العضله بالظبط. ماشي طيب، احنا بنشتغل بميكروسكوب اقل ماجنيفيكيشن، طبعا دي اكتر حاجه هنشتغل باقل ماجنيفيكيشن، وبشتغل صراحه باكتر لايت، يعني انا بخلي اللايت 100% وبخلي الماجنيفيكيشن 4 بس. ماشي طيب، انا ديت هنعمل لها حاجه اسمها لاتر ريكتس ريسيشن. هنقول لاتر ريكتس ريسيشن بنشتغله بطريقتين، دي حاجه اسمها هانج باك، او حاجه ثانيه اسمها سكليرال تانل. الهانج باك صراحه بنفضله في السمول لاتر ريكتس ريسيشن، اللي هو كام ملي صغيرين، اقل من 6 ملي بنشتغل لاتر ريكتس ريسيشن بالهانج باك، هو طبعا امن، ما فيش الريسك بتاع السكليرال بروفريشن موجود عندك خالص، انت ماسك العضله في ايدك وما فيش الريسك طبعا بتاع السليب دو ماسل ان هو يحصل. ماشي بالراحه كده هنشغل الفيديو من الاول. طيب ده انا عايزه، مش عارفه بيقف. طيب ده اسمه، قلنا ان هو اسمه الفيكس بتاع دوت اللوكينج فورسبس، ده اللي بعمل بيه بيعمل بيه تراكشن للجلوب عشان اشوف العضله. طبعا شفتوا الحته اللي فاتت ديت، يا رب تكونوا شفتوها، انا رجعتها تاني، ان انا لما حركت العضله بان فيزلز، بان فيزلز تحت اهي، ده اهي الفيزلز اللي تحت دي، يا عم وقف، بان فيزلز تحت، شايفين الفيزلز تحت دي؟ دي السيلري فيزلز خلاص تمام، يعني ديت العضله حلو، واللي فوق دولت هم كونجكتيف فيزلز. انا لما بروح احرك العين الكونجكتيف فيزلز بتتحرك مش السيلري، يعني انا كده شايفه ايه اللي موجود تحت، شايفه اللي قدامي، عشان لما اجي افتح
ابعد عن المنطوق ده. طيب انا هاجي هفتح فين؟ هبص افتح الحته اللي اسمها وايت زون، هفتح في الجزء ده انفيريور تمبورال، كام مللي من اللمبس؟ تقريبا 8 مللي من اللمبس. ماشي. طيب مسكت بالايكوليبري، كونج فاتحه، التنون فاتحه كمان، بفتح واوسع بالسكشن بالراحه كده، انا كده بيرس كلير. طيب هقف عند النقطه دي برضو. انا اهم حاجه عندي قبل ما احط ال بتاع تكون بيرس كلير، اهم حاجه بيرس كلير. انت لو مش بيرس كلير مش هتعرف على العضله، بس خلاص برضو بخش بالهوك الصغير اقابل ريزيستنس، يبقى انا كده مسكت العضله. احنا كده في لاتر ريكتس، اقابل ريزيستنس يبقى انا كده مسكت العضله. ببساطه اجيب الهوك الكبير بعديه، اخش في نفس البوينت اللي انا دخلت فيها، الف 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 واوصل لحد الليمبس، اوصل لحد الليمبس. شايفين اللقطه ديت؟ هدام انا وصلت لحد الليمبس يبقى انا كده باذن الله واخده العضله كلها. اعدل الهوك بتاعي واشيل التراكشن اللي انا كنت عامله باللوكينج فورسز. ماشي. اجيب الهوك الصغير بالراحه، اعمل دايسكشن بالراحه خالص اوفر ذا ماسل. انا عندي كده هنا الانتيريو تينون اهوت، يبقى انا كده طلعت العضله من التينون. ده طبعا فورنكس انسيجن، كل احنا فتحناه ده فورنكس انسيجن. ماشي. اجيب المقص، اقص التينون، اعدي الهوك من التب بتاعت التينون، ابدا اسلك. يبقى انا كده عندي ادي الانتيريو تينون، ادي العضله علقتها كامله ان شاء الله، وبعدين ابدا اسلك. ادي كده رفعت فوق، ادي الشكل اللي جامد، الشكل اللي جامد اللي فوق بالراحه. امسك، اقول للاسيستنت يمسك من هنا، ادي الانتر ماسكو سيبته من الناحيه دي، او الاسيستنت يمسك من الناحيه الثانيه، ادي الانتر ماسكو سيبته من الناحيه الثانيه. ودي الحته اللي جايه ديت اللي انا كنت بقول لكم عليها، ان انا خلاص هعمل بتاع دوت الريسيشن ديت. بجيب كيوتب او الحته وبعمل بلانت دايسكشن كده للجزء اللي ورا ده. الجزء اللي ورا ديت عندنا ده البوستيريو تينون، يعني كده 10 مللي الجزء الابيض اللي جوه دوت هو دوت البوستيريو تينون. فانا بعمل بلانت دايسكشن بالراحه لحد هنا. ماشي. يبقى انا كده العضله في ايدي مشفيه زي ما بيقولوا. هعمل ايه بقى؟ هجيب الهوك الثاني امسكه قصاده ونبدا بقى الستبس. طيب هنشتغل 6 0 ريسيشن او ريسكشن، بشتغلوا باللاتريكتس قصدي، بشتغل ريسيشن او ريسكشن بال 6 0 لفكره ال 6 0. تمام. هو بس اسيستنت هنا بيحضر لي الخيط. ماشي. مش هاخد بالنا بقى من الغرز دي هناخدها ازاي. ادي 80% الغرز. بصوا الغرز ثابته في كل العضلات وفي كل الريكتايد. هي في كل العضلات على فكره، مش في كل الريكتايد بس. حتى لو انا بعمل في الاوبليك انتريزيشن نفس الغرز. هقول لكم الغرز دي بسرعه كده وبعدين نشوفها هي بتتعمل ازاي. باخد العضله 80% من العضله في عرضها و80 وفي نفس الوقت 80% سيكنس. يعني انا باخد بارشال سيكنس بس اكتر من النص شويه، وباخد 80% من العضله. ماشي. ادي الخيط اهو 80% عرض و80% سيكنس، مش الفول سيكنس لسه. وبربط ربطتين وبقفل. اجي على الجنبين بقى، انا عندي طرفين، اجي على الجنبين اخد جنب منهم، اخد فيه بارشال سيكنس برضو، بارشال سيكنس من ورا العضله كده، من ورا العقده اللي احنا عملناها وطلعنا من الجنب بتاع العضله، وبعدين فول سيكنس في اللي وراها. طيب فول سيكنس ده بيطلع لوكت. طيب انا بس يعني هستاذنكم، لو انتوا لسه بيجنرز او لسه ايديكم ما مشيتش في الشغل، ما تعملوش الحركه اللي فاتت ديت. انا هقول لكم تعملوا الحركه اللي فاتت دي ازاي. الفول سيكنس ما تاخدوش من جوه لبره. من جوه لبره يعني ايه؟ يعني من جوه العضله لبره، لان كده في ريسك ان انت لا قدر الله ممكن تعمل برفريشن للجلوب. ماشي. ودايما وانت ماسك الابره بتاعتك لو سمحت خلي دايما التب بتاعتك لفوق، دايما التب لفوق، دايما التب بتاعت النيد اللي فوق. ماشي. هوريكم دلوقتي بقى الحركه اللي احنا المفروض ناخد، يعني الافضل ان احنا نعملها لو حد لسه بادئ. يعني اللمب الثاني بارشال سيكنس برضو. بصوا الحركه دي بقى، الحركه دي ان انا هاخد الفول سيكنس بتاعي من بره لجوه. هاخد الفول سيكنس بتاعي منين؟ من بره لجوه. لو سمحت كده افضل طبعا ان انت تتجنب اي مشكله ليها علاقه ب
البرفوريشن بتاع ذا جلوب، وبرضه باخدها لوجد يعني باخد على قد اللوب بتاع الخيط من جواها، وبتاكد ان الطرفين هنا طرف كده، العضله عندي ايه والعضله عندي ايه. طيب ده شيل الهوك اللي هناك. في حركه هنا، في حركه هنا، انت يعني من فضلك وانت خلاص انت دلوقتي المفروض احنا هنقص العضله، ومن فضلك وانت جاي تقص العضله اتاكد ان انت ماسك الخيطين في ايدك، اتاكد ان انت ماسك الخيطين في ايدك، وان انت اللي بتقصه قدام العقده اللي انت عملتها. هي على فكره الغلط ده مش يعني مش كبير على حد، انت ممكن ما يكونش الخط في ايدك، ممكن ما يكونش الخط في ايدك، انت الخيط عندك في الفنت، ممكن وانت بتقص تقص الخيط نفسه او تقص ورا الخيط، فانت كده عملت سليب مصر، المصر راحت مع السلامه في الشيز بتاعها، او كده كمان هتبقى لص، لان احنا اصلا سلكناها من الشيز وسلكناها من كل حاجه. قصيت قدامها، وبرده طبعا تسيب ستامب يعني معقول عشان هنعمل فيها هانج باك، هناخد هنرجع بغرزنا دلوقتي فيه. طيب من بفتح، بفتح بخلي الخيطين يمين وشمال عشان العضله طبعا عرضه انها تتقلب، بس طبعا مش الريكتايل هي عرضه تتقلب، والصراحه العرضه ان هو يتقلب اكتر الانفير اوبليك. يعني لو بعمل الانفير اوبليك لازم اكون عارفه الليمب بتاعي اللي فوق فين، والليمب اللي تحت فين، الانتيرو فين والبوستيرو فين، حتى ممكن اشتغل ليمب اقصر وليمب اطول عشان طبعا. بجيب الانسيرشن بتاعي بعرف اوله من اخره فين، ديت اللوكينج فورسبس بحطه في الجزء اللي جنبي هنا على الاخر. ده الابر ليمب، ده الجزء اللي فوق بتاعه. طيب ادي الخيط اللي انا هاخده في مكان الانسيرشن. من فضلك وانت بتاخد في مكان الانسيرشن لو سمحت تتاكد ان الخيط مش لافف على بعضه، مهمه جدا الخيط مش لافف على بعضه، ديت دي مهمه جدا النقطه دي. تاني حاجه اتاكد ان انت بتقابل ريزيستنس طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشي لازم تقابل ريزيستنس. حضرتك هنا لو ما قابلتش ريزيستنس وانت ماشي في الجزء ده بالذات، يبقى انت كده عملت بيرفوريشن للجلوب، ودي مشكله يعني، خصوصا في اللاتر ريكتس مهم جدا، انت كده فوق الماكلة اصلا، احنا لسه تبع الماكلة يعني، الجزء بتاع اللاتر ريكتس ده احنا لسه يعني الموضوع بيبقى امن شويه فوق الميديا ريكتس، لكن اللاتر ريكتس صراحه الجزء دوت بيبقى خطير شويه، تخلي بالنا منه. كده انا ما عملتش، لحظه كده انا كنت بعد اذنكم، انا كده ما عملتش شيفت للريكتس ديت، انا كده بعمل الريكتس بوست الانسيرشن بالظبط. ادي اول انسيرشن اهو، وادي اخر الانسيرشن اهو، وانا بدخل الريكتس بتاعتي في النص. طب قدروا انا عايز اعمل شيفت، يعني انا عايز اعمل داون شيفت، بخلي الطرف ده اهو هنا اهو، انا كده عملت داون شيفت، والطرف ده اهو تحت هنا اهو، يبقى انا كده عملت داون شيفت ولا لا؟ عملت داون شيفت. تمام، الصوت وصل يا جماعه؟ ما فيش حد بيرد عليا. واصل يا دكتورة، أيوة واصل معاك. ماشي تمام، يعني مستوعبين عادي ولا في حد مقلق ولا حاجة ولا إيه؟ رائع يا دكتورة، جميل. طيب ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. طب هو انا ليه مش بفرد الخيط من اول من اول الانسرشن لاخره، بحيث ان انا افرد العضلة زي ما كانت بس وهي ريسست؟ يعني افرد الانسرشن من اول لاخره فين؟ مش فاهمة النقطة. يعني اخد الغرز بتاعته واحده في اول الانسرشن والثانيه في اخر الانسرشن. لما العضله تيجي الوقت هتعرفي انها ما بتبقاش بالظبط على قد الانسرشن. العضله بتبقى في الانسرشن، بتبقى قبل الانسرشن بالظبط وهي لسه في الجلوب، لكن احنا اول ما نقص الجلوب العضله بتبقى ريتراكتد عن نفسها، ما بتبقاش على قد الانسرشن. احنا لو عملنا، لو احنا، انا هقول لك حاجه حلوه، حلو السؤال ده، لو احنا جينا حطينا الخيط دوت هنا وجينا حطينا الخيط الثاني هنا، هتيجي تربطي هنا هتلاقي العضله اصلا مش عايزه اقول يعني برشقه، مش هتلاقيها، مش هتلاقي العضل اصلا يعني. لا بص، لما نيجي نعمل، لما نيجي الوقت نعمل هانج باك انا هوريها لك دلوقتي هتعمل ازاي. يعني اتفقنا ولا ايه؟ العضله لما بتتقص بتبقى ريتراكتد، يعني المسل فايبرز بتبقى ريتراكتد على بعضها، ما بتبقاش مفروده نفس الفرده اللي هي بتكون موجوده فيه وهي لسه موجوده في الانسيرشن. تمام، قابلت ريزيستنس برضو وانا ماشيه بالراحه، جبت العضله عليا على الانسيرشن على الاخر. يعني بص هنا، يعني بص النقطه دي اللي انت كنت بتقولي عليه، معلش نوقف كده، بص العضله صغرت ازاي مع ان احنا واخدين فيها الغرز. يعني ادي الانسيرشن اول اهو، وادي الانسيرشن اخر اهو، بص العضله صغرت ازاي لانها بقت ارتكت على نفسها اول ما اصلا. تمام، بشد يعني قلل حجمها، يعني كشت في بعضها يعني. ايوه طيب، معلش لما انتوا مثلا الاسيستنت بيسالك انت لازم هتعمل ريسيشن كام،
لازم تتاكد برضو من الريسيرش انت هتعمله من التارجت، ما تاخدش كده الرقم من الاسيستنت وتمشي، انها ممكن يبقى بريس بايو، ممكن يبقى اسيستنت مش شايف كويس مش واخد باله، لا انا لازم اتاكد من الارقام بنفسي. بشد الخيط، هو الاسيستنت هو اللي ماسك الخيط دوت ماشي، وانا بمسك حاجتين في ايديا، بمسك البرجل، بمسك البرجل في ايد، بمسك النيدل اللوكينج نيدل هولدر في ايد ثانيه، ويا دوبك تحت التب بتاعت البرجل بقفل القفله بتاعتي وابدا اخد بقى الغراز بتاعتي، اول واحده ربطتين يعني لفتين واربط اول واحده، وبعد كده باخد يعني من 8 ل 6، من 6 ل 8، واحده كلوك وايز واحده انت كلوك وايز. انا صراحه بعد تاني واحده على طول بقول للاسيستنت يقص الخيط عشان تبقى اسهل في التقفيل. وقص الخيط هنا واحده كلوك وايز واحده انت كلوك وايز لغايه ما اخلص الثمان ربطات. وما تستهونوش بالثمان ربطات، ومهم جدا على فكره الربطات دي انها تبقى عقده حلوه كده، عقده وشنطه يعني، على زي ما اساتذه كانوا بيقولوا لنا يعني، ما نعملش اثنين ثلاثه، انت مش خسران حاجه، انت ليك عندك كل الوقت، انت مش خسران حاجه. وحتى الخيط اللي احنا بنقصه لازم نجيب جزء، نسيب جزء شرشوبه حلوه كده افضل من الخيط دوت فك، يبقى عندك حاجه تعرف تمسك منها لما تخش تاني يعني لا قدر الله. طيب انا رجعتها، برجع العضله مكانها دي بقى يعني هانج باك، يبقى انا كده خلاص رجعت العضله مكانها، اشوف العضله كده حصل لها ريسيشن قد ايه، حصل لها ريسيشن الجزء دوت، يبقى انا كده عملت ريسيشن بطريقه الهانج باك تكنيك. بجيب البرجل، الجزء بتاع البرجل ده لا موجود اهو، الجزء بجيب برده العضله بتاعتي واتاكد من البرجل، اتاكد من المقاس بتاعي بعد ما عملت، بعد ما رجعت العضله الحمد لله نفس المقاس، يبقى دوت لا تريك تس هانج باك. تمام، حد عنده اي تعليق عليها قبل ما نخش على اللي بعديها؟ سلام يا رب. طيب ماشي، نخش على ميديا ريكتس ريسكشن. هما اكتر حاجتين اصلا، اكتر ثلاث حاجات احنا بنعملها كسيرجن يعني، هما الثلاث عضلات دول، لاتر ريكتس ريسكشن او ريسكشن، ميديا ريكتس ريسكشن او ريسكشن، وهي نفس الستبس يعني، الاثنين دول نفس الستبس، بتفرق بس في مكان الانسيجن اللي انت بتفتح فيه. والانفيريو بليك مايكتومي او جريد انتريزيشن، انا ما لحقتش صراحه اعمل مونتاج بتاع جريد انتريزيشن، اوريكم مايكتومي النهارده وربنا يكرم ان شاء الله نبقى نعمل جريد انتريزيشن في الكورس. الميديال ريكتس الانسيجن بتاعها فتحت في الوايد فوم برضو الكونش، وبعد كده التنون، وصلت للبتاع دوت للبيرس كليرا، دخلت بالهوك الصغير، اتاكد ان انا مسكت العضله، قابلت ريزيستنس يبقى اتاكد ان انا مسكت العضله، من هوك الصغير دخلت بالهوك الكبير بعديها، لفيت لفيت وصلت لحد الليمبس، يبقى انا كده ان شاء الله واخد العضله بالكامل، عدلت الهوك، فكيت اللوكينج فورسبس، نفس الستبس بالظبط، سلكت العضله براحه، شوف الكونجا عند الميديال ريكتس تبقى تايت شويه، تايت شويه اعملها براحه عشان الكونجا ما تقطعش منك بالهدوء كده. عند التنون فتحت التنون، عديت التب بتاعت الهوك من التنون، ريدندنت طبعا شويات عند الميديال ريكتس اكتر من اللاتر ريكتس، قلت للاسيستنت يمسك عشان اتاكدت طبعا ان واخده العضله كلها، لفيت حوالين الانسيشن هنا ولفيت حوالين الانسيشن هنا من الجنب ده ومن الجنب ده، الحركه دي تاكدني ان انا واخده العضله كلها. بمناسبه التراكشن دوت، انا لما باجي اعمل تراكشن عند الميديال ريكتس بالذات، لما برفع الكونج عشان اعملها دايسكشن من الفاشيه اللي حواليها، تخلي الاسيستنت يرفع على فوق مش على عنده، لان لما بيرفع على عنده انت كده عرضه ان انت توصل لحد البلايكه، انت عرضه ان انت تقعد تشد في الكونج لغايه ما الكونج تفتح منك وتلاقيك قطعت في البلايكه، واحنا مش عايزين طبعا حاجه زي كده تحصل خالص، فخلي الاسيستنت يرفع على فوق على فوق. تمام، عملت بتاع دايسكشن للشكل ليجامنت، وبعدين انترفاسكولار سيبته مع الجنبين، الجنب دوت والجنب ده، احط الهوك الثاني. لسه صحيح بلانت دايسكشن اللي جوه، عشان انا بحب الهوك اللي يبقى في ايدي الشمال على عدله ايدي، عشان شايفه الحركه ديت يعني، انا بحبه يبقى على عدله ايدي، والهوك الثاني اللي هو ماسكه برده على عدله ايده. انا لقيت هنا في الحاله ديت، لقيت التنون اللي قدامي دوت كتير يعني، التنون انتم ملاحظين التنون هنا كتير وفليشي كده وريدندنت كده، فانا قلت لا خلاص قبل ما اخد الغرز بتاعتي في التنون دوت انا هقص التنون دوت
هو اصلا مش لازمه قوي معانا، ماشي مفيش مشكله، انا قصيته عشان تبقى قدامي العضله اخد فيها الغرز وانا مطمنه، خصوصا ان ديت ايه الميديا ريتس اللي راحت مش هنعرف نجيبها تاني، نفس الغرز اللي خدناها في الناحيه التانيه، بس بنشتغل الميديا ريتس دي 5-0. من فضلك لما تعمل الميديا ريتس، خصوصا لما تشتغل الميديا ريتس ريسكشن، اشاره 5-0. 5-0 امن بكتير. لو انت هتعمل ريسكشن كبير، مثلا ريسكشن 6 7 مللي 8 مللي لحد مثلا، لا انت مطمن ان انت تشد العضله وتشد الجلوب، ان الفورس بتاعك مش هتقطع، الخيط مش هيقطع. انت لو بعمل ريسكشن 7 مللي ب 6 0 وجيت تشد العضله عشان ترجعها لمكانها وتقفل عليها، يعني نسبه 80-90% الخيط هتقطع. فخلينا في الامان نشتغل 5 0 ميديا ريكتس، نشتغلها 5 0. حددت كمان لي هعمل لهم ريسكشن، علمتهم بالماركر ودخلت بالخيط بتاعي وراها، خدت نفس الغرز، غرزتين واقفل وبعدين غرزه واقفل، نفس الستبس بالظبط اللي احنا لسه قايلينها. طبعا ملاحظين ان 5 0 مكلكع شويه عن 6 0، هنا بارشال سيكنس بناخدها ورا العقده ونلف، هنا لفت على البتاع مش مشكله، على السبيكلم. ناخد الفول سيكنس بقى، والفول سيكنس قلنا انها هتطلع لوبت. بارشال سيكنس برضو، بس وانا باخد البشره سيكنس دوت لقيتني واخده الخيط بتاع اللمب التاني معايا، فانا سلكته عشان بس اوريكم برضه الحركه دي، ما حبيتش ان اقصها في المونتاج عشان تكونوا عارفين ان يعني لازم الخيط بتاع الابر لمب يكون معاك في ايدك متسلك مظبوط، والخيط بتاع اللور لمب في ايدك متسلك مظبوط، عشان لما تيجي ترجع العضله مكانها ما تحسش ان الدنيا مكلكعه معاك والدنيا مش تمام. طيب باخد برضه الفول سيكنس هنا، خدتها لوكد وطلعت ماشي. برجع بقى الخيطين لورا، احنا بنعمل ريسكشن خلي بالكم، برجع الخيطين لورا، دخلت بالارتري وقفلت عليه، هعمل ريسكشن، همسك المقص اقص هنا واسيب حته مصل كده صغيره عشان اعمل كوترايزيشن عليها. وانا بعمل كوترايزيشن وانا بقفل الارتري عن الخيط، اتاكدوا من الارتري ان الخيط مش ملامس الارتري، الخيط مش هيكون في الجزء اللي انا هعمل فيه كوترايزيشن، لان الخيط انت لو عملت له كوترايزيشن الخيط هتقطع، يعني يعني كل ديت مستكس احنا وقعنا فيها يعني، فايه تجنبا للمستكس ديت ما حدش يعملها يا جماعه. اتاكدوا ان الخيط مش ملامس للكوترايزيشن، الخيط لو ملامس قريب من الجزء اللي انت بتعمل فيه كوترايزيشن الخيط هيتقطع ماشي. ف طيب لازم اعمل كوترايزيشن كده اديكوت الميديا ريكتا صراحه في ريشي، وبتعمل بشويه بليدنج معتبرين، الكوتر هنا ما كانش شغال ولا ايه مش عارف. طيب عملنا له كوترايزيشن اهو كويس، طبعا هنا عليك الباور تقريبا او حاجه زي كده. مش عارفه احنا واقفين ليه، ماشي حبه ماشي. عملت يعني عملت كوترايزيشن اديكويت كويس، وبعدين فكيت الارتري بتاعي الحمد لله ما فيش اي بليدر ولا اي حاجه ماشي، اتاكدت اطمنت، بس شديت العضله تاني واتاكدت ان مفيش اي بليدنج. جبت بقى الجزء اللي احنا قصيناه من العضله ديت، يعني مش كله برضه، اقص حته صغيره عشان اسيب استامب كويسه اعمل فيها ارجع العضله بتاعتي فيها. مش مسكنا اول انسيشن واخر انسيشن، مهم جدا الحكايه ديت عشان احنا مش متعمدين ان احنا نعمل داون شيفت ولا اب شيفت، انا لازم اعرف انا بحط العضله فين، انا مش بعمل وقت الداون شيفت ولا اب شيفت، انا همسك العضله واحطها في نص الانسيشن بالظبط، حته بليدر صغيره ماشي بالكوتري مفيش مشكله. همسك العضلة أخش برضو مقابل ريزيستنس، طول ما أنا ماشية طول ما أنا ماشية مقابل ريزيستنس تمام. الحركة دي إن أنا رجعت الخطة لورا عشان أتأكد إن أنا واخدة
يعني واخده سكنس كويس في السكليره في الاسطمبه وانا ماشيه ولا لا. يعني ممكن اكون ماشيه حاسه ان انا ماشيه سوبرفيشن شويه، لا مش عاجبني الحركه دي، اه لا هو كده كويس، يبقى انا كده في النص بالظبط، انا واخده سكنس كويس ماشي الحركه ديت. يا ريت تكونوا خدتوا بالكم ان انا رجعت اللوكينج فورسبس، رجعته على ورا، رجعته على ورا ليه؟ لان انا بقول للاسيستنت اللي معايا خد الجلوب عليك، خد الجلوب عليك عشان المصل تيجي عليا، لما المصل تيجي عليا اقدر اعمل ارجع يعني اقفل العقده بتاعتي في جزء، في هتاكد انها اتقفلت بالظبط بتاع الانسيشن. لان انا ممكن ساعات يعني حد يعني لما بكون عاملين ريسكشن كبير ممكن الغرزه اللي انا اللي هي العقده الاولانيه اللي هي الرابطتين دولت وانا بقفلها الاقيني العقده ربطت وقفلت جامد قبل ما اجيب العضله بالكامل عندي، فانا كده اكون عامل ريسكشن وريسكشن في نفس الوقت، ودي مقاس مش مظبوط. الصوت واصل يا جماعه ولا الفيديو مش واصل ولا الدنيا ايه؟ واصل يا دكتوره، واصل تمام. بقفل بقى اول حل اول غرزه اثنين برضو واقفلها. ماشي الحته دي برضو انا ما حبيتش اشيلها في المونتاج، ما تدخلوش لو سمحتوا وانتوا بتقفلوا الغرز بتاعتكم ما تدخلوش اي تينون، ما تدخلوش تينون في الغرز. التينون صراحه الهيلنج بتاعه ما يخش وسط الغرز، الغرز التينون بتاعها بيبقى سيء جدا وبتبقى الريزلت بتاعتها مش حلوه. احنا بنستبعد ان التينون يخش في الغرز بتاعتنا خالص، وكده رجعناها وقفلناها وخلاص هنبدا نعمل نقفل. يعني كويس ان الحته ديت الحمد لله ما شلتهاش. شفتوا الحركه ديت؟ يعني انا بمسك عشان اقفل الكونج، عشان اقفل الكونج انا لازم اشوف اول الانسجن بتاعي فين واخره فين. الحمد لله احنا بعيد خالص عن البلايكا، يعني شوف بلايكا اهي احنا كده بعيد عنها خالص الحمد لله. كل دوت عندي لسه كونج ودي عندي كونج. انا بمسك الاول الطرف بتاع الانسجن بتاعي من اليمين ومن الشمال وارفعه فوق كده عشان اعرف اشوف انا هاخد كام غرزه، هاخد فين. معلش يا علي اللي بيشتغل استرابيزموس بعد اذنكم قفلوا الكونج، يعني في ناس بتسيب الكونج مفتوحه عادي، مش عارفه ليه صراحه، يعني على دماغنا طبعا وكل حاجه، بس هو صراحه في الاول وفي الاخر اللي باين من البيشنت ايه، ما هي شويه الكونج اللي باينين يعني. ماشي اخر فيديو معانا. انا عارفه ان انتوا نمتوا بس معلش يعني يا رب تكون باستفاده. يعني اخر فيديو معانا الانفيرو اوبليك مايكتومي، الانفيرو اوبليك مايكتومي ربنا يخليك. الانفيرو اوبليك هي صراحه العضله الوحيده اللي احنا بنفتح عليها فورنكس انسيجن وبنعمل تراكشن بخيط. ليه؟ لان انا مهما عملت تراكشن باللوكينج فورسبس لا انا لسه بعيد، فمعلش الانفيرو اوبليك ازاي تعالى نعمل لها تراكشن بخيط ونثبت الجلوم بخيط. الخيط دوت 4 0 تقريبا بلاك سيلك، اه كان 4 0. بروح في البوينت ديت عند الساعه تقريبا 7، اخد كده بانش كويسه واسحب الجلوب عندي كله فوق كله فوق الجلوب على قد ما تقدري، حاولي ان الليمبس الكورنيا كلها تختفي في الجزء دوت. طيب اخد الانسيجن بتاعي فين؟ بالراحه كده قبل ما نفتح في النقطه ديت، انا عندي بوينت اهي، انا يعني الجزء دوت كده هنا في الاوبليك في الحته ده. طيب اخش لها زي في الاوبليك ديت بعناية كده، اقسم الجزء دوت تلت وتلتين، التلت هناك والتلتين عندي، وافتح ادي مين؟ فتحت الكونج فتحه بسيطه جابت الكونج، فتحه كمان خدت التنون، واخش في التنون واوسع، اخش في التنون واوسع لغايه ما بيبقى بابيلس كبيره. معلش في الفتحه بالذات بتاعه الانفير اوبليك ديت حاول توسعها شويه، لان انا هحط حاجه اسمها الريتراكتور. الريتراكتور دوت يعني انسترومنت مهمه جدا لما تيجي تشتغل الانفير اوبليك. ادينا فتحنا الحمد لله، اللي قدامنا تحت ديت الانفير اوبليك. طيب انا بنزل بالفوكس، معلش اللقطه ديت راحت، بنزل بالفوكس لغايه عشان ابقى الفوكس بتاعتي فوق الانفير اوبليك وابقى شايفها كويس. طيب بدخل الهوك الصغير، وعايزاكم لو سمحتوا تخلوا بالكم من اللقطه ديت، الهوك الصغير بدخله عشان اعلق العضله باذن الله. يعني لو انتوا عايزين العضله تتعلق من اول مره لازم تحترم ان الجلوب بتاعك ده مدور، الجلوب مدور وليس مربع، فانت لازم تلف بالبتاع ده بالهوك الصغير بتاعك، لف مع الجلوب، لف مع الجلوب. حضرتك هتلاحظوا الحركه دي دلوقتي، بصوا اللفه اللي مع الجلوب دي، يعني انا دخلت لفيت مع الجلوب، ولو وحلوحت ايدي لفيت ايدي يبقى انا كده مسكت الانفير اوبليك ان شاء الله بالكامل. ماشي الهوك دوت صحيح، بالمناسبه الهوك دوت مميز جدا للانفير اوبليك، اللي هيشتغل الانفير اوبليك لازم يكون معاه هوك زي دوت. الهوك دوت 6 مللي، يعني هو الهوك نفسه 6 مللي، الهوكس طبعا ليها مقاسات، الهوك 6 مللي والتيب بتاعته بلانت، بلانت تيب ما هياش شارب، وهو الهوك نفسه تخين كده عريض، والتيب بتاعته ما هياش تيبت، ما هياش لا تيب. هوريكم صورته تاني دلوقتي. اخش يعني هو زي ده، انا للاسف ما لقيتش واحد تاني زي دوت، بس ان شاء الله الاقي في المؤتمر ربنا يكرمني. دخلت بالهوك التاني، الهوك التاني يعني انتوا عارفين لو الهوك اللي هو دوت دخلنا بيه اول دخل، اه
حلوه اللقطه اللي فاتت ديت، مهمه جدا اللي انا يعني معلش هنرجع ل10 يعني بعد انا ما دخلت هنا بنشوف حاجه اسمها عشان اتاكد ان انا واخده العضله بالكامل بشوف حاجه اسمها الوايت ترينج. يعني شوف انا مسكت الاثنين الهوكس الاثنين معايا كده لقيت العضله، بص اللقطه دي هتلاقيني بقلب كده بقلب كده ليه الحته دي معلش مش عارفه مش لاحقه اجيبها، الحته دي الجزء اللي تحت ده اسمه وايت رينج. الوايت رينج ده اللي هو ايه؟ اللي هو اصلا البوستيريور تيرن اللي وراه الفات. يعني انا كده باذن الله واخده العضله بالكامل. اهو الوايت ترينجل، يبقى انا كده واخده العضله بالكامل. بالراحه بقى ابدا افرد العضله بتاعتي بالراحه. اهو ادي العضله بتاعتي اللي انا هعملها ان شاء الله مايكتومي. خليكم ملاحظين واخدين بالكم ان احنا هنا فين؟ احنا هنا مع اللاتر ريكت مع الانفيريور ريكتس. طيب احنا هنا فين؟ ادي اللاتر ريكتس اهي. دايما بتعامل مع الجزء اللي عند اللاتر ريكتس الاول. يبقى ادي الارتري حطيته عند الانسيشن ونيمته على الجلوب خالص عشان اخد اكتر جزء ممكن لحد الانسيشن، واجيب الارتري الثانيه ادخله في الجزء اللي هناك كده واقوم قافله قافله محترمه. يبقى قيس الجزء بتاع الانفيريور اوبليك اللي عندي تقريبا بيكون من 6 ل 8 مللي، لان الجزء اللي انا هعمله مايكتومي اهو ما جاش كل دوت، هو تقريبا جاب من 6 ل 8 مللي. بقص هنا اقص لحد امتى بقى؟ انا بقص اقص اقص لحد ما اوصل لحد الوايت او لحد ما العضله تخلص. يعني ايه ما اوصل لحد الوايت؟ بصوا كده، بصوا البوينت دي، البوينت دي وايت ازاي؟ يبقى انا كده وصلت لغايه الوايت، يبقى انا كده قصيت العضله اهي، العضله على بعضها اهي، يبقى انا الحمد لله كده قصيت العضله على بعضها، العضله بالكامل. بقص هنا كمان لحد ما اوصل لحد الوايت برضه، قصيت 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 قصيت، طبعا كلها سنب 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 على مهلك خالص لغايه ما توصل لحد فين؟ لحد الوايت برضو اهو، وبعدين قمت قص العضله كلها على بعضها في الاخر. بتعمل كوترايزيشن، اهم حاجه في الانفيريور اوبليك الكوترايزيشن، لازم اديكوت كوترايزيشن 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 يعني لغايه ما مش عايز اقول لك لغايه ما تتفحم في ايديك. المهم ان العضله ما تسيبش اي يعني اي بوسيبيلتي ان يحصل اي بليدنج. اقوم فكه اللي عندي الترايكتس برضو الاول وبعدين افك اللي بعديها ورجعت ده. وفي جزء انا برضو اتعلمت ان انا ما اشيلوش هنا في المونتاج عشان اوريه لكم. يعني في عندي هنا بليدر صغير، لا انا مش هسيب البليدر، انا ما ينفعش اسيب اي بليدر صغير حتى لو كان جاي من التنون. يعني البليدر دوت جاي من التنون، ما ينفعش اسيب بليدر صغير حتى جاي من التنون جاي. يعني انا كنت صابره عليه اشوفه هيسكت ولا اعمل له كوترايزيشن لغايه ما اشوفه عملت سنه كومبريشن لقيته سكت، قلت الحمد لله. بحط الريتراكتور تاني واطمن الحمد لله دي الانفيريور اوبليك اهي بالكامل راحت في مكانها. بفك بقى التراكشن بتاعي وخلاص على كده. انا متشكره يا جماعه، انا كده خلصت وارجو ان انتم ما تكونوش نمتوا مني. حد المحاضره شيقه جدا يا دكتوره مروه، ويعني بشكرك نعتذر عن الانقطاع البث عده مرات يعني لاسباب خارجه عن ارادتنا. وان شاء الله يعني في ديسكشن بقى لو قبل ما الزملاء يكتبوا الاستفسارات او كده على الشات بتاع التليجرام، ممكن تكلمينا في عجاله كده عن قصه كفاحك الملهمه في مجال الاوستالمولوجيا. ايه بقى انت بتروح فين؟ انا مش لاقيه الشات. حضرتك معايا؟ ايوه انا هقرا لك الشات. ايوه حضرتك بتقول ايه يا دكتور؟ كلمينا عن قصه كفاحك الملهمه في طبق مشيالك. ربنا يبارك في حضرتك. مش كفاح ولا حاجه يا جماعه والله، بس هو انا الحمد لله. يعني الموضوع بدا معاك ازاي؟ يعني انت مثلا عادي كنت مثلا قررتي وتعينتي مثلا في مستشفى في المنصوره، احكي لنا كده ايه اللي حصل والانتداب جه ازاي او القصه مشيت ازاي؟ ربنا يبارك في حضرتك. انا دفعه قديمه، انا دفعه 2003، دفعه قديمه شويه. طبعا اتشغلت في البيت زي ما انتم عارفين والاولاد وكده الحمد لله، وخصوصا ان انا جوزي عميد في الجيش فما بيجيلناش خالص، يعني بنشوفه كل شهر 3 4 ايام. فالحمد لله ربنا رزقني او 4 اولاد فربنا يبارك فيهم. فيعني خدوا سنين صراحه، خدوا سنين من عمري يعني. فبس جيت بقى لما بداوا يشدوا حيلهم شويه، يعني الصغير كان يا دوبك عنده مثلا 3 سنين 4 سنين، قلت لا انا لازم ابدا اشتغل الحاجه اللي انا بحبها يعني. فطبعا انا كنت شغاله في مكان ما فيش فيه
يعني لو كنت اعتمدت على الليرنينج كيرف فيه ما كنتش صراحه يعني هتعلم حاجه كويس يعني. فقلت لا، لازم بقى من الواحد يخرج من الكومفورت زون بتاعه ويتجه الى مكان اخر. الحمد لله رحت معهد دراما التذكاري ووحده عيون الاطفال، الحمد لله كان مكان كويس قوي وتعلمت فيه، قعدت 3 سنين. انا اصلا عايشه في المنصوره وكنت بروح يوم الثلاث ابات هناك في السكن، هو كان موفر لنا سكن، وارجع الاربع تحضر العياده يوم الثلاث في وحده عيون الاطفال، وارجع يوم الاربع العمليات يوم الاربع، وارجع من المنصوره. الحمد لله عدت. هو طبعا كان فيها صعوبه ومشقه في الاول، بس لا مش في الاول، في الاول وفي الاخر يعني، هما 3 سنين كانوا طحن صراحه. بس الحمد لله يعني انا اتعلمت كتير والله الحمد لله. فيعني يا جماعه يعني اي حد والله ميل او في ميل، لو انت معلش اخرج من الكومفورت زون بتاعتك، بس مش هقول اكتر من كده يعني، اخرج من الكومفورت زون بتاعتك والجا لحته لمكان انت عارف ان فيها ناس بايونيرز وهم مستعدين ان هم يعلموك، وربنا يوفق الجميع بس كده. طيب لما خلصتي ال3 سنين بتوع المعهد التذكاري بقى ورجعتي، يعني كان البراكتس بتاعك بقى او الابلكيشن بقى الحاجات اللي انت استخدمتيها بقى، كانت في المستشفى الحكومي ولا في البرايفت ولا ايه؟ في الاثنين الحمد لله، في الاثنين. يعني حضرتك بداتي بقى يعني مثلا في المنصوره مثلا تبداي بقى مثلا تعلمي اجيال اصغر بقى وكده؟ اه الحمد لله وهم موجودين معنا هنا. انا فتحت الفيديو هون عشان باي باي. اهلا وسهلا، منورانا يا فندم، منورانا. ايوه الحمد لله، واحنا معظمهم معنا هنا موجودين يعني، هم اللي يقولوا بقى مش انا اللي اقول. ممتاز. يعني هي فكره كمان نقل الخبره دي مهمه جدا، يعني خاصه في سب سبيشالتي مهم زي الاسترابيزمس، يعني مش اي حد اصلا. هي زي ما حضرتك عارف الدكتور محمد وكلكم عارفين، الجراحه بالذات لازم حد يعلمها لحد، الجراحه بالذات لازم حد يعلمها لحد. وهو والله مش كلام كتب ولا حاجه، ولا يعني الواحد يعوذ بالله من الرياء يعني والنفاق، بس هو الواحد لازم ينقل علمه لحد تاني، يعني لازم ينقل العلم اللي اتعلمه لحد تاني. وانا صراحه اتعلمت الكلام ده من اساتذتنا برضه يعني، هم اللي علمونا ان احنا لازم علمك لازم تديه لحد تاني، وهي في الاول والاخر هي صدقه جاريه يعني. شرفتوني يا جماعه والله. مفيش بقى لو حد عنده اي استفسار على الجروب يا دكاتره مثلا للاسئله للدكتوره مروه، ممكن يكتب الاستفسار. يعني الناس بتقدم شكر لحضرتك على المحاضره المتميزه. انا بس حابه اقول كان فتره بقى تتكلم من سنه كام بقى، كان يعني فتره ال 30 اول مشاركه ليا مع حضرتك والدكتور محمد، بس حبيت اقول كده يعني. نورتينا دكتور رهام. الله يخليك يا دكتور رهام، الله يخليك. كان فتره الانتداب بتاع التذكاري بقى من سنه كام حضرتك لكام؟ الرينج بتاعها 2000 وكام يعني؟ 2019 20 و 21 و 22 او 19 يعني. كانت انكلودد في فتره الكوفيد. انا مبطله تقريبا. كانت انكلودد في فتره الكوفيد. كانت انكلودد في فتره الكوفيد. بس صراحه كان في شغل برضو، كان في ريت والدنيا كانت شغاله هناك. اصل هو يعني وحده عيون الاطفال ده بيجي لها ناس من مصر كلها يعني، من الصعيد وحتى من الدول العربيه، ناس بتيجي من الدول العربيه، والدنيا فيها شغل هناك كويس صراحه، والريت كويس. واحنا كنا بنفضل شغالين العياده لحد الساعه 5، من الساعه 8 لحد الساعه 5. فالحمد لله يعني، الحمد لله ده وجود. طيب ال هل حضرتك كان في سيرجيكال تريننج من دي 1، ولا مثلا بيتقال لك مثلا لا اول 6 شهور تقعدي في العياده ومش هتاخدي ستيبس؟ لا لا لا، 6 شهور. لا 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 خالص، لا 6 شهور ايه؟ يعني من البدايه ليكي ستيبس وليكي مفيش معامله بقى يعني ماينوريتي بقى، معامله يقول لك لا انت مش انت اكسترنال مش كده، لا الاولويه لاولاد المكان، مفيش الكلام ده؟ لا والله صح. اقول لحضرتك حاجه، هو اصلا معظم الموجودين كلهم فيستورز يعني، ونسبه كبيره منهم فيستورز الموجودين في كانوا في لا والله احنا ما قابلناش حكايه دي، خصوصا في المجموعه بتاعتي
المجموعه بتاعتي الصراحه كانت مجموعه والله، في كل المجموعات كانت مجموعات يعني، حتى لو حد اكسترنال بيقسموه مجموعات وكده، ويكون ايه النظام؟ لا هو بص، هم هناك كذا جروب، يعني جروب السبت عملياته لحد جروب الحد عملياته اتنين، هم 6 جروبس. فحضرتك بتخش في اي مجموعه بتشتغل العمليه بتاعتك تاني يوم عادي، يعني مش محتاجه ان انت تروح على جروب معين ده مخصصينه للاكسترنال. لا هو كل جروب هناك، يعني كل مجموعه ماسكه يومين. يعني مثلا المجموعه بتاعتي اللي انا كنت فيها الثلاث والاربع كانت عيادتها برضو سبت وحد، يعني سبت وحد، سبت عياده عمليات الحد، ثلاثه عمليات عياده عمليات الاربع. بس انا كنت طبعا يعني مستاذنه ان انا اروح في تايم بس، فكان كويس يعني. هو الانتداب ده ضمن الزمالة ولا لا انتداب لا ايه مش من بالظبط؟ ضمن الزمالة، لا مش من ضمن الزمالة أو حاجة، يعني بحاجة بفلوس رمزية يعني. فيستور فيستور يعني يعني حضرتك بتدفعي فلوس للمكان؟ رمزية والله خالص يا دكتور محمد، ايوه، مبالغ بسيطة خالص يعني. يعني هو ما المقصود تسووش ان خالص، هو ما ايه، تسووش خالص العيال اللي بيقدم عليك بتاعتك. شغل وبعدين زيادة الحمد عن لله احنا الشغل اشتغلنا الحكومي؟ وجبنا قد الفلوس دي. ربنا يبارك لك يا رب. يعني هو المقصود ان هو يعني بيقدم حاجة الواحد بيقدم عليها زيادة عن شغله الحكومي، يعني مش مثلا يعني تكون جزء من شغله انتداب الحكومي. يعني، انتداب مثلا. لا مش انتداب، لا ده هو والله يعتبر في كده مجال حضرتك كأنه تروح تقدم باشا برضه مثلا. انتداب. ممكن برضه تروح تقدم طلب انتداب لو انت تحب يتوافق عليه، ياخد وقته وكده. بس انا عارفه ان طريق الفيستور كان اسهل استسهلتي. لان الطريق طلبات الانتداب لسه بترفع للهيئه، فالهيئه بتاخد وقت صراحه لغايه ما ترد وكده. فانا حسيت ان طريق الفيستور كان اسهل، فانا مشيت في طريق الفيستور اسهل. والله اشجع تمام. اي حد يروح يعني. انا يا ريت يكون حد معانا هنا موجود من المعهد يوضح لكم الموضوع حاليا اكتر يعني. بس انا ماشيه بقاليش كتير، ما كملتش سنه. يعني حضرتك ما شاء الله كل النوليدج والخبرة دي من 2018 بس، او من 2019. يعني كنت شغاله قبلها تخطيط بسيط كده، بس ما خدتش بس صراحه ما كنتيش الاكسبيرينس كله لان مركزة، يعني ما كنتش مركزة في القصة يعني. لا بس هو بيشتغل سيرجري اصلا لسه يعني قبل طب ما ما ادخل شاء الله معهد. يعني، ده طب ما ده كده بارقة امل ان هو الموضوع يا جماعة مش محتاج 20 30 سنة، يعني الموضوع بسيط اهو لا لا خالص وجميل. خالص ما شاء حضرتك عارف الله. يا دكتور محمد، انا لولا ان انا كنت حابه المكان انا ما كنتش همشي اصلا يعني. انا اصلا كنت ممكن امشي بعد سنه، لكن انا ما بتبقى يعني موهبة انا برضه، فعلا بتبقى موهبة. ربنا يبارك فيك يا دكتور يا جماعه. والحول مش صعب والله ومش معقد، اللي يحب الحول هيحس ان هو في حته تانيه والله اللي العظيم. يحب انتوا عارفين الحوالي الحول هيبدأ فيه إن شاء الله. بيغير حياه الناس يا دكتوره ريهام بطريقه غير عاديه، يعني خصوصا لما يبقى حالات مثلا بنوته عندها 20 سنه، عندها عين امبليوب، عندها لانج دي، عايزه تتجوز بتاع. والله العظيم انا لسه عامله بنت ما فيش من اسبوعين ثلاثه، يعني لو في امكانيه ان انا ابعت صورها كنت بعتها البنت. ما هبعت شاء لكم الله، صورها البنت، ما احنا جالها ثلاث شفنا عرسان صور. والله جالها ثلاث عرسان والله العظيم. وجايه انا دايما اقول كده والله، دايما اقول التخصص بتاعنا ده تخصص مفرح، التخصص مفرح جميل، الوحيد تخصص في جميل، تلاقي الطيور. الفرحه في عين الناس على طول يعني. يعني مع احترامي طبعا لبتوع الشبكيه اللي ما فيش حد فيهم بيخف. ومثلا الكاتاركت بتاع الكاتاركت انت اصلا ما بتشوفش العيال كتير، انت بتشوفه مره واحده وخلاص. يعني الحول ده انت بتفضل عايش معاه يعني. انا اصلا خصوصا الاطفال الصغيرين، الاطفال انا يعني بقول لهم، بقول لاهاليهم احنا خلاص احنا كده بقينا عيله يعني. انت الاطفال، الطفل ده انت بتفضل تشوفه طول عمرك يعني. انا بحس صحيح. والله انا من يوم ما بدات شغلي مثلا، من يوم ما بدات سيرجري مثلا من 3 سنين او 3 او 3 ونص، انا في اطفال لسه بتابع معاهم لحد دلوقتي يعني. لحد دلوقتي صحيح. والله العظيم الاطفال لسه بيجوا لي متابعات لحد لازم دلوقتي. اه لازم يعني تحس انها خلاص العيل بيكبر عندك. تحس ان هو خلاص بقى من عيله والله العظيم بجد، تحس ان هو عيله. فيا جماعه والله العظيم الحول حلو، الحول فعلا حلو. جدا انا مش عايزه حد يتعقد منه ولا يكرهه، انا نفسي اكتر ناس تشتغل حول الله، نفسي كل الناس انا لسه تشتغل. في الكومفورت زون وما خرجتش من الشرنقه، هخرج قريبا بقى باذن الله. الله يعينها بقى، الله يعينها. شكرا يا جماعه والله متشكره، ومش عارفه انتوا شكرا بتكتبوا ولا متشكرين حضرتك. لحضرتك يا فندم، وكانت محاضره شيقه، وبالتوفيق دايما باذن الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا الله يخليك. السلام عليكم. اي حد عايز
اي حد عنده استفسار لو في اي حد دكاتره عنده استفسار ممكن يكتب على التليجرام والدكتوره هترد عليه شات باذن الله. هرد عليه النهارده ان شاء الله، اروح بس لان انا في المركز لسه. ممكن تفاصيل الكورس يا دكتوره مروه ولا حضرتك تفصيلي اللي حضرتك بتقولي عليه؟ نعم دكتور محمد؟ الكورس السكوينت اللي حضرتك بتقولي هنعمله لو حضرتك ان شاء الله هنعمل الكورس مفصل بقياده الدكتور احمد طه، مش عارفه هو لسه معانا ولا لا. هو صراحه يعني اقترح ان احنا نعمل كورس مفصل للحول ان شاء الله نبداه في اقرب وقت باذن الله. كورس مفصل بقى هيبقى طبعا تبع هو يعني احنا جروب تبع الرماديون، احنا عرفنا بعض اصلا من الرماديون يعني، فاول ما نبدا ان شاء الله هنعلن عنه باذن الله في اقرب وقت باذن الله. ربنا يبارك حضرتك، شكرا لك تماما، ربنا يخليكم دكتور محمد، اشوفكم على خير يا جماعه، متشكره وشكرا لوقتكم واسعدتكم، طولت عليكم. لا يا فندم لا، كانت محاضرة طيبة جدا ما شاء الله. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. والسلام.